مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أسبوع جديد ويوم جديد من البيت الكبير، إن شاء الله يكون أسبوع مميز، لأن إن شاء الله هيشهد تتويج النادي الأهلي بإذن الله للدوري العام الـ42 في تاريخه إن شاء الله. بكرة هنتكلم كتير جدا عن مباراة بكرة إن شاء الله، هنتكلم على موضوعات كتيرة جدا جدا النهاردة في البيت الكبير. برحب بيكي يا سهام، مساء الفل عليك. أهلا بيك يا كابتن هاني، أهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بره مصر وجوه مصر، أهلا بيكم. النهاردة طبعا أنا عارفة أنه جماهير النادي القلعة الحمراء بيتابعوا قناة الأهلي في كل مكان، موجودين بيشوفونا. الحقيقة برضو عايزة في البداية قبل ما نبدأ في أخبارنا أو نعرف حضراتكم مين من الضيوف اللي مشرفنا، إحنا من البيت الكبير بنحب نقدم واجه يعني خالص التعازي القلبية أنا وكابتن هاني في وفاة الكابتن نجم نادي الزمالك طبعا السابق ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكورة كابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه. ربنا يصبر أهله وذويه ومحبيه في كل مكان. واحد الحقيقة من الشخصيات المحترمة في الوسط الرياضي، الجميع كان بيحبه وربنا يرحمه، وإحنا الحقيقة بندعي له. وفقدنا يعني شخصية محترمة الحقيقة في يعني من الكرة المصرية الحقيقة. صحيح طبعا كابتن عزمي مجاهد يعني من الشخصيات المحببة للجميع، راجل عنده مبادئ، راجل يتميز يعني رغم طبعا زملكاوي لكن يتميز بالحيادية. كابتن عزمي مجاهد انا اعرفه يعني معرفة شخصية، كان راجل جدع باللغة البلدي كده، راجل جدع لكن يعني كل التعازي. ويعني كابتن طبعا غالي علينا كلنا مع صراع طويل جدا مع المرض. انا عايز كمان وكل اسره البرنامج بتقدم التعازي القلبيه لنجله كمان امير عزمي مجاهد، طبعا لاعب نادي الزمالك السابق والمدرب الحالي لفريق اف سي مصر. بنقول له الف يعني بنقول له تعازينا، تعازي قناه النادي الاهلي، تعازي جماهير النادي الاهلي، تعازي كل المصريين في وفاه المرحوم عزمي مجاهد. ربنا يرحمه وان شاء الله يعني يكون اخر الاحزان. النهارده عندنا يعني ملفات كتيره جدا زي ما اتكلمنا، عندنا ضيوف مهمين جدا. عندنا الفقره الاولى ان شاء الله هيكون معانا نجم من نجوم السبعينيات والثمانينيات كابتن حمدي نوح، واحد من الهدافين بصراحه في تاريخ الكره المصريه والدوري المصري. الفقره الثانيه ان شاء الله معانا نجم كبير من نجوم النادي الاهلي ايضا في السبعينات، طبعا نجم كبير جدا جدا الكابتن خالد جدله. طيب احنا زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني، طبعا عندنا ان شاء الله هنتكلم في موضوعات مهمه جدا، ابرزها او السؤال اللي بيطرح نفسه النهارده هو احنا ليه عندنا ندره في المهاجمين؟ ده السؤال اللي هنطرحه في الفقره الاولى. الفقره طبعا الثانيه وايضا الفقره الاولى هنتكلم فيها عن مباراه بكره عندنا ماتش مهم قوي قدام الاتحاد السكندري، ان شاء الله لو قدرنا نفوز هنحصل رسميا على لقب بطوله الدوري الممتاز. ما فيش شك إنها مباراة قوية قدام فريق عنيد ند بيحقق يمكن نتائج متذبذبة في الفترة الأخيرة، لكنه فريق محترم عنده لعيبة محترمة، جهاز فني متميز بقيادة طبعا كابتن طلعت يوسف شيخ المدربين. مواجهة الاتحاد كمان مهمة علشان يمكن تستمر الانتصارات بعد الفوز. احنا النهاردة يعني انتصار طبعا حققناه امبارح لسه على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، وكانت أمسية كروية أو امبارح كانت أمسية كروية في غاية الروعة. إن شاء الله بكرة الانتصارات تستمر والاحتفالات تكون حاضرة في الملعب في برج العرب بكرة. أفتكر إنه الأخبار اللي طالعة من اتحاد الكورة إنه ما فيش درع الدوري مش هيتسلم في الملعب، لا يعني هيتم تسليمه بعد ما الموسم ما يخلص. ده صحيح مع نهاية الموسم، لكن إحنا كمان إن شاء الله زي ما بتقولي إحنا عايزين إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة إن شاء الله. مباراة مهمة، مباراة مش سهلة، لكن زي ما احنا شفنا المستوى الحمد لله في تحسن مستمر، النتائج الحمد لله كلها نتائج إيجابية. عايزين إن شاء الله أولادنا بكرة يحققوا نتيجة إيجابية مع نادي كبير، نادي الاتحاد السكندري. كمان يمكن كان بيمر بأزمة تذبذب شوية في المستوى، لكن هو على المستوى الفني معاه مدير فني كبير، فإن شاء الله بكرة نفرح كلنا، بكرة يتوج إن شاء الله النادي الأهلي برقم 42 ويتحط
من ضمن الدولاب، يعني مش شايل بطولات، يعني ده الدولاب اتملى يا جماعه. فان شاء الله كده بالتوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله، وتكون امسيه رائعه باذن الله ان شاء الله. نروح لاخبارنا طبعا، نبداها طبعا من النادي الاهلي. يعني النهارده يمكن كان في تدريب، وفايلر النهارده بيستعد لمباراه نادي الاتحاد زي ما اتكلمنا. خلاص يعني خلاص زي ما قلنا، في يعني ساعات قليله جدا بتفصل النادي الاهلي عن حسم اللقب. الاهلي خلاص يعني نص خطوه زي ما بيقولوا، ونحتفل باللقب الدوري الممتاز، وتكون بطوله جديده. يعني مش عايزين، خلاص متعودين على بطوله الدوري، لكن مهم جدا ان شاء الله نحسم البطوله بكره. مهم جدا ان احنا ولادنا يعملوا نتيجه ايجابيه تطمن الجماهير على مباراه كمان ما بعد كده. النادي الاهلي هيتوج ان شاء الله، لو توج بكره هيكون تقريبا قبل 8 اسابيع، وده رقم كبير جدا، 8 اسابيع قبل نهايه البطوله. لكن الاهم، وكلنا كجماهير بتحب النادي، بطوله الدوري ان شاء الله تتحسم بكره، لكن كمان استعدادا للبطوله الافريقيه ونصف النهائي مع الوداد ان شاء الله. ربنا يكرمنا، وزي ما بقول خطوه، ده بيتأهلنا ان شاء الله ان احنا نحضر نفسنا. هيكون في وقت كويس قوي للجهاز الفني انه يرتب اوراقه بشكل جيد جدا، ان يستعيد الاستشفاء لبعض المصابين، ان اللعيبه ترجع تاني، ان ممكن جدا في الفتره ديت نكون في لعيبه على مستوى القطاع الناشئين ان شاء الله نستغلهم، ويبدا فايلر يحط بالتوازي، يبدا يدفع ببعض الناشئين، وفي نفس الوقت بيحضر الفرقه لمباراه الوداد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله مباراه قويه جدا وفي غايه الاهميه. بس بمناسبه فايلر، عايزين نقول له هابي بيرث داي، لان النهارده عيد ميلاده، والنهارده كمل 47 سنه، لسه يعني ما شاء الله مشواره قدامه. هو يعني كمل سنه تقريبا مع الاهلي، لانه استلم النادي في 31 اغسطس السنه اللي فاتت 2019. فبنقول لك كل سنه وانت طيب يا كابتن فايلر. فايلر مواليد 73، وزي ما قلنا يمكن مشواره يمكن لحد دلوقتي ناجح تماما مع الاهلي من اول ما مسك الفريق من تقريبا من سنه. عايزه بقى افكر حضراتكم بارقام فايلر مع النادي الاهلي من ساعه ما مسك لحد دلوقتي. عمل ايه فايلر مع النادي الاهلي؟ الحقيقه لو اتكلمنا بالارقام ومن وقت توليه المسؤوليه في 2019 في شهر 8، هو الحقيقه كان لعب 39 مباراة، حقق 31 فوز، اتعادل في 6، وسجل 85 هدف. توج فايلر مع النادي الأهلي من ساعة توليه المسؤولية بلقب السوبر المحلي، وصل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخلاص قرب جدا من لقب بطولة الدوري الممتاز، وعقبال أفريقيا إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وأنت طيب. وطبعا أرقام كبيرة جدا، أرقام إيجابية جدا لفايلر. إن شاء الله تتوج الأرقام ديت، لأن الأرقام دي لها مدلول، والمدلول إن شاء الله ده بيبان في الملعب من خلال إن شاء الله بكرة بإذن الله إن شاء الله يتوج النادي الأهلي، وكمان على مستوى البطولة الأفريقية. بصراحة النهاردة كان في خبر غريب شوية، يعني خبر أنا سمعته يعني استغربته جدا. يعني خرجت علينا بعض إحدى الصحف المغربية كالعادة في الفترة الأخيرة بتنقل، وهي جريدة صباح، بتنقل خبر بيقول إن الكاف عين في صدد تعيين الحكم الجنبي بكاري جسامة، طبعا حكم لمباراة النادي الأهلي في الدور قبل النهائي أمام الوداد اللي هتقام إن شاء الله في المغرب على ملعب محمد الخامس في نصف نهائي بطولة أفريقيا. طبعا الصدمة كانت، أو الصدمة بالنسبة لي كان على طول علامة استفهام، يعني علامة استفهام على اسم الحكم دوت لجزئين. الجزء الأولاني ان في كل بطولات العالم على مستوى العالم، اذا كان على المستوى الاوروبي، على المستوى الامريكا، على في كل العالم، ما ينفعش ان حكم يحكم لفريقين مباراتين ورا بعض ايا كان، على مسابقه واحده مسابقتين، ده شرع، وما شفناش ابدا في اوروبا ولا اي دوله في العالم ان في حكم بيحكم ماتشين ورا بعض لنفس الفريق. احنا عارفين ان المباراه اللي فاتت، او مباراه النادي الاهلي مع سان داونز في اياب طبعا دور الثمانيه اللي فات، كان هو الحكم، وتعودنا زي ما قلنا ان الزاتاي هو كان حكم في المباراه اللي فاتت في نفس البطوله، وتعيين الحكم نفسه على نفس المستوى في الدور قبل النهائي. يعني علامة استفهام غريبة جدا جدا، وزي ما بقول لك سهام، ده ما بيحصلش في العالم كله، علامة استفهام غريبة. أولا انه بيعينوا حكم يعني عليه أولا علامات استفهام كتيرة جدا من جماهير النادي الأهلي، وعنده تاني الحكم كان عنده مشكلة كبيرة جدا، كان مباراة الرجاء في الدور قبل النهائي كان في مشكلة كبيرة حصلت، و
والمباراه وقفت، ويعني كان في مشكله كبيره حصل. طب ازاي بعد المشاكل ديت؟ اولا مشكله على مستوى نهائي بطوله افريقيا اللي فاتت، ومشكله تانية على مستوى ان حكم بيحكم مباراتين ورا بعض في نفس المسابقه لفريق واحد. يعني انا بالنسبه لي علامه استفهام ازاي حكم عليك مشاكل كتير قوي، وعليك علامات استفهام من الاهلي جامده جدا. صحيح. لا وبعدين الغريب صحيح. حاجه تانية، انت النهارده الاخبار ديت مش يعني هي كلها لحد دلوقتي ما صدرش بيها قرار من رسمي، هي طالعه من جريده مشهوره جدا هناك وكبيره جدا، الصباح دي المغربيه، جريده كبيره جدا هناك زي هنا بنتكلم الاهرام، يعني حاجه الصحف المهتمه رياضيا بشكل كبير، صحيفه كبيره جدا. فانت النهارده لما تقول بكاري جسامه هيحكم في المباراه دي، مباراه الاهلي والوداد، فدي يعني ده شيء غريب انه ما طلعش قرار رسمي وجريده كبيره زي دي بتتكلم في الموضوع ده واحنا ما عندناش خبر. الحاجه بقى الاغرب ان النهارده بقى بيطلع او بيتم الاعلان عن اي خبر النهارده، زي مثلا تاجيل مباريات نصف نهائي البطوله رسمي، ده نشر في الصحف المغربيه، الخبر ده صدر الاول من المغرب، بعد كده اتعرف بشكل رسمي. النهارده برضو شيء غريب ومش مقبول وبيثير علامات استفهام كتيره جدا حوالين الكاف، ليه النهارده القرارات دي ما تطلعش منك يا كاف؟ ليه؟ ليه بتطلع من المغرب الاول؟ هي الغريب زي ما انت قلتي صحيح، وبعد كده صحيح. ويمكن اتكلمنا يمكن مع احد الضيوف في الحلقه من حلقات الاسبوع اللي فات في البيت الكبير، اعتقد الاستاذ محمد القوسي، هو قال علامه استفهام دلوقتي هو في دور مصر في الكاف، هو ازاي دلوقتي حتى الصحف وخاصة الصحف المغربية بقى ليها السبق انها بتطلع ببعض الاخبار، ومش هنقول اخبار كاذبة ولكن مش هنقول اخبار الاول بتطلع من الكاف، لا ده اخبار بالاول بتترمي على السوشيال ميديا، بيتقال ان قبليها مثلا باسبوع او 10 ايام ده في تأجيل، الاتحاد المغربي بيطلب تأجيل، وبالتالي بنلاقي الموضوع لا فعلا الكلام ده حقيقي. يعني احنا وبعدين بتعلن عن الخبر قبليه بشهر، انت المفروض احنا متعودين انه قصه الحكام دي بيعلن عنها قبلها بأسبوعين. مثلا باسبوعين صحيح. صحيح صحيح، لكن قبل بشهر ده برضو نقطه غريبه جدا، نقطه غريبه لان كمان ما ينفعش تعلن عن حكم دلوقتي ناقص على الماتش تقريبا شهر، بتتكلم على يوم 16 و17 اكتوبر، ناقص شهر، فانت متعود تعلن قبلها باسبوعين، وبعض الناس كان بينتقد لا ما تعلنش قبلها باسبوعين، اعلن قبلها بشويه، لان احنا عارفين بيكون في بعض التربطات، رغم يعني احنا ما بنامنش بالكلام ده لكن برضو وارد جدا، فانك تعلن اسم الحكم قبلها بشهر، وان الحكم ده عليه علامات استفهام كتيره جدا على جانب النادي الاهلي، على جانب حتى خلي بالك اللي بقوله مش موجود في اللائحه ان حكم يحكم لماتشين، لكن ده عرف يعني عارفينه في العالم كله، ما يعني ما بيحصلش غير يعني سوري في اللفظ يعني غنى في افريقيا، فاعتقد لا علامه استفهام كبيره جدا، ومستنيين يعني ده مش قرار رسمي من الكاف، لكن متعودين دايما لما الصحف المغربيه بتكتب حاجه بتقول الكاف بعديها باسبوعين ثلاثه الكلام ده بيكون صح، لكن هننتظر طبعا القرار الرسمي من الكاف بتعيين هذا الحكم الجنبي على مستوى نصف نهائي النادي الاهلي والوداد، هنشوف ردود الافعال اولا خلال الساعات اللي جايه، هنشوف ردود افعال النادي الاهلي، هنشوف ردود افعال الجماهير، لكن منتظرين كمان القرار الرسمي من الكاف. طيب تعالوا نروح لاخبارنا، اخبارنا طبعا هنبدا طبعا بانديه الدوري الممتاز، وادي دجله اليوناني بابا فاسيليو طبعا ده المدير الفني لفريق وادي دجله، فتح ملف يعني ملف تدعيمات فريقه للفتره اللي جايه من اجل طبعا اعداد فريق قوي خلال او يظهر بشكل افضل الموسم اللي جاي، من خلال طبعا بعض التعاقدات مع لعيبه جديده، بيعمل تقرير فني طبعا عن كل المراكز اللي موجوده في الفريق بشكل بروفيشنال جدا، الاداره طبعا برئاسه ماجد سامي بتقوم معاه بهذا الدور، انه بيحدد انا والله احتياجاتي في الفتره اللي جايه محتاج 3 لعيبه على مستوى الدفاع، على مستوى وسط الملعب، على المستوى الهجومي، ده طبعا يعني شيء محترم جدا، ده اللي كنا بنتكلم عليه انه بيحضر للموسم الجاي، رغم ان لسه الموسم ما انتهاش لكن بدا يعمل تقرير فني بيحدد فيه المراكز اللي هو محتاجها، طبعا هو قال ان هو لازم اوسا حارس المرمى طبعا عبد المنصف من اللعيبه اللي ظهروا بشكل جيد جدا على المستوى الفني، هو بيطالب ان اللعيب يكون موجود معاه السنه اللي جايه، اعتقد هيكون موجود اوسا من اللعيبه المميزه، كمان من هو حافظ طريقه اللعب البناء من ورا شويه، اوسا بيلعب برجليه كويس، فهو طبعا المدير الفني اليوناني طلب من الاداره ان عبد المنصف يكون متواجد
يحدد السنه اللي جايه وبيحضر للموسم الجاي وبيحضر بعض اللعيبه ان الاداره تدور على بعض المراكز اللي محتاجها للسنه الجايه. اي مدير فني بيبقى عايز يبحث عن النجاح. صحيح. فعشان كده لازم يرتب اولوياته من بدري جدا. صحيح. فنروح بقى الخبر ده يا جماعه بفكرني بفيلم اسكندريه رايح جاي. عارف انت كابتن ايمن المزين طنط مع طنطا رايح جاي. كابتن ايمن المزين المدير الفني لنادي طنطا النهارده بيعلن عن قائمه فريقه استعدادا لمواجهه اسوان ضمن الاسبوع 27 من مسابقه الدوري المصري الممتاز المقرر ان شاء الله ليها بكره على ملعب الشرطه بالعباسيه. نادي اسوان بيحتل المركز ال 12 في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطه بيتدايل طبعا طنطا جدول الترتيب ترتيب المسابقه برصيد 17 نقطه. قائمة طنطا هنعرضها دلوقتي قدام حضراتكم. حراسة المرمى محمد أشرف، علي فرج، خط الدفاع محمود مسعود، سليمان عبد ربه، محمد الشاذلي، أحمد صافي، محمود منصور، إيهاب سمير، خط الوسط حسام غالي، مصطفى أمين، أحمد الشناوي، محمود كابونجا، وليد عادل، أحمد فهمي، أحمد أوكا، خط الهجوم محمد ماجد، أنش، حسين فيصل، إسلام فؤاد، هاني رشدي، هشام شعبان. ده من طنطا. نروح للمقصة. يعني المقصة في الأسابيع الأخيرة بتحقق أعتقد نتائج على مستوى جيد جدا. الكابتن إيهاب جلال زي ما اتكلمنا بيكون في بعض المدربين عندهم كيمياء مع الفريق. الكابتن إيهاب جلال عنده هذه الكيمياء مع فريق المقصة. طبعا فريق المقصة كان يمكن وصل في مرحلة من المراحل المراكز متأخرة جدا في الدوري، تحسنت نتائج. دلوقتي هو في المركز الثامن عنده 33 نقطة بعد ما طبعا كانوا موجودين في قاع الدوري. في بعض يعني بعض الأقاويل خاصة في الفترات الأخيرة بتقول إن الكابتن إيهاب جلال في بعض الناس بتتعاقد معاه أو في بعض الأندية بتتعاقد معاه، ده على سبيل التعاقد مع كابتن إيهاب جلال. لكن كمان خلونا نقول إن حتى على مستوى الفريق إن بعض اللعيبة كان عندها برضو بعض المستحقات المتأخرة، طلبوا من الكابتن إيهاب جلال إنه يتدخل على مستوى الإدارة ويكلمه. إحنا بنظهر بشكل كويس، الأمور على المستوى الفني ماشية بشكل كويس جدا. طلبوا من كابتن إيهاب جلال إنه يكلم الإدارة، وده دور مهم جدا بيقوم به إيهاب جلال والمديرين الفنيين، إنه بيوصل صوت اللعيبة للإدارة إنه بعض المستحقات ترجع خاصة بعد تحسن النتائج في فريق المقص. طبعا هم عملوا شغل كبير ومجهود رائع. صحيح. طبعا من قبل اللعيبه. وانت بتتكلم من انت كنت يعني خلاص انت في ديل الترتيب ودلوقتي انت في المركز الثامن، فده مجهود يعني اعتقد يستحق يعني ان هم يعني يحصلوا على جزء من مستحقاتهم على الاقل، يعني مطالبات مشروعه اكيد. نروح بقى لمحمد حمص مدرب الاسماعيلي اللي قدم استقالته من الجهاز الفني للفريق معترض على تهميش دوره مع الفرقة، بالإضافة لإسناد مهمة المدرب المساعد له في الجهاز الفني الجديد بعد ما كان الاتفاق على تعيينه مدرب عام. النهاردة بيقرر الرحيل على النادي مع إن ممرش أسبوعين على قرار تواجده في الجهاز الفني الجديد اللي بيقوده حاليا كابتن أحمد العجوز قبل التعاقد طبعا مع البرازيلي ريكاردو لتدريب فريق الإسماعيلي. فأنت النهاردة عندك يعني برضو هو الإسماعيلي يعني للأسف بيخرج من مشكلة لمشكلة. لكن طبعا حمص لعيب كبير ولعيب مميز جدا، كان في وقت من الاوقات تولى المسؤوليه مع الكابتن احمد العجوز، مسؤوليه مؤقته لغايه التعاقد مع مدير اجنبي جه ريكاردو. فبالطبيعي التدرج بيبقى يعني احمد العجوز هو المدرب العام ومحمد حمص هو المدرب. المشكله في التايتل نفسه، هو مدرب ولا مدرب عام، ده اللي وقف عليه حمص شويه، انه لا ان انا يعني انا دوري كمدرب عام، الادوار ما بتفرقش او التايتل ما بتفرقش كتير في الملعب، لكن هو دوره الايجابي موجود داخل الفرقه ولا لا، وده اللي حس بيه ان هو ملوش دور كبير فني. حمص كان من اللعيبه المميزين على مستوى التدريب لسه في اول خطواته، فلا قال لك انا طالما دوري مهمش على مستوى الملعب على مستوى الفنيات فاعتذر عن المهمه. وطبعا النادي الاسماعيلي زي ما بنقول بيمر بأزمة فنية، لكن إن شاء الله يعني نتمنى لهم كل التوفيق في الفترة اللي جاية إن شاء الله. طبعا اللجنة طبعا اتحاد الكورة اختارت اللجنة الطبية باتحاد الكورة طبعا برئاسة الدكتور محمد سلطان نادي الاتحاد السكندري بسلبية نتائج الرابيد تيست اللي للكشف عن طبعا فيروس كورونا اللي بيخضع ليه اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري طبعا والكابتن طلعت يوسف. ده طبعا احنا عارفين دايما بيحصل 48 ساعة قبل المباراة، طبعا مباراة النادي الأهلي بكرة واللي هتقام إن شاء الله الساعة
8:30 على ملعب استاد برج العرب، طبعا ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري الممتاز. يعقد طبعا مجلس إدارة النادي الاتحاد برئاسة محمد مصالحي وبكامل هيئته جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين بمعسكر دلوقتي بيعسكروا في برج العرب. طبيعي يعني الدور الإداري ده دور مهم جدا. محمد مصالحي رئيس نادي الاتحاد بيأزر الجهاز الفني طبعا وبيقول للاعبين لا شد حيلكوا شوية، النتائج إلى حد ما مش ماشية بشكل كويس، النهاردة بيقعد معاهم إن شاء الله المباراة بكرة، بيدعم الجهاز الفني كابتن طلعت يوسف، بيشجع اللاعبين إن وإحنا سمعنا في الفترات اللي فاتت كان في حتى خصم 3% من عقود اللعيبة علشان يعني سوء النتائج. لا طبعا كل دوت خلي بالكم يعني كل دوت تدعيم وكل دوت يعني مباراة النادي الأهلي مهمة جدا، وكل الناس في اسكندرية وأعتقد مصر كلها بتتفرج على المباراة بكرة طبعا. مباراة مهمة جدا إن شاء الله يحسم الدوري، لكن كمان على مستوى الاتحاد السكندري بالنسبة له مباراة مهمة، مش عايز يخسر بعض النقاط على المستوى المعنوي. أنت عارفة طبعا حتى التعادل مع النادي الأهلي بيعتبر مكسب في بعض لبعض الأندية، وبالتالي هي مباراة مهمة أكيد إن شاء الله لجماهير النادي الأهلي ولينا وكمان للاتحاد السكندري وجماهيره. بكرة الجمهور يفرح ويعني والدنيا كلها إن شاء الله تفرح شاء معنا ودرع الدوري ما يعرفلوش مكان غير الجزيرة يا جماعة. إن شاء الله. نروح بقى للأخبار العالمية أو كرة القدم العالمية تحديدا، ونبدأ من أولي هونس من ألمانيا نجم وأسطورة البايرن ميونخ والرئيس الفخر للنادي اللي انتقد لعيب ليفربول ومانشستر يونايتد. ليه؟ انتقدهم في فترة الانتقالات في ظل رغبة الناديين دول في ضم الكنتارا. هونس قال ان ليفربول ومانشستر بيحاولوا دلوقتي يبتزوا البايرن ماليا بمفاوضات مع الكنتارا، والنهارده يعني المفروض احنا منتظرين لحد اخر الاسبوع في فتره الانتقالات علشان يقدموا عرض مالي، سواء طبعا اذا كان مجزي ولا، بس اعتقد ان العرض المالي هيكون ضعيف. هونس كمان اتكلم عن خسائر البايرن من غياب الجماهير، وقال انه طالما ما فيش جماهير في المباريات اللي بتقام على ملعبنا فاحنا كده يا جماعه البايرن بيفقد ما بين او بيخسر ما بين 50 او 60 مليون يورو. طبعا رقم ضخم جدا. طبعا عدم وجود جماهير دي جزئيه. تواجد الجماهير بص بيخسر قد ايه. ما فيش طبعا ما فيش سؤال غير انه دلوقتي الكانتارا هو من اللعيبه المميزه جدا اللي كان ليهم سبب في حصول البايرن على الشامبيونز ليج. هو هونس طبعا كان رئيس شرفي وكان في احد المرات رئيس نادي بايرن على المستوى التخطيط، راجل هايل جدا. هو بيقول بيلوم على ليفربول والمان يونايتد ان هم مستنيين للاخر، يعني هو في بعض الاغراءات في بعض الكلام مع الكنتارا انه ينتقل ليفربول، لكن هو بيقول هم دايما بيستنوا للحظات الاخيره علشان عشان العرض يقل، يعني علشان يقول لك خلاص احنا خلاص الويندوز هيقفل وبالتالي يقبلوا باي عرض حتى قدام الامر الواقع. وده الجزء. والجزء الثاني زي ما هو قال ان البايرن خسر حوالي 60 مليون يورو بسبب عدم وجود الجماهير، وبالتالي هيتحط تحت ضغط شويه ان يبقى العائد بتاع الكنتارا كمان قليل. فاعتقد ان الكنتارا بيقدم موسم رائع مع البايرن، لكن العروض كمان قويه جدا من ليفربول والمان يونايتد. هنشوف ان شاء الله يعني الكنتارا السنه اللي جايه او الموسم اللي جاي هل هينتقل من البايرن لليفربول، ده اللي هنشوفه. طبعا اسطوره هولنديه اسطوره نادي اياكس اكد للصحافه الهولنديه النهارده ان رونالد كومان المدير الفني لبرشلونه عنده رغبه كبيره جدا جدا في التعاقد مع محمد صلاح. يعني سوارت دوت احد اصدقاء كومان قال للصحافه يعني كل اللي اعرفه ان كومان عايز محمد صلاح. سوارت ده صديق لكومان، وكان يمكن في حوار صحفي يمكن اشارت ليه جميع وسائل الاعلام العالميه ان كومان محتاج صلاح في فتره الانتقالات، ومن خلال الاخبار يعني كلنا بنتكلم عن محمد صلاح لسه يعني. وكان لسه حتى بيقول لك ساديو ماني، وكان الاسم ده تردد بقوه. النهارده بيعلنها صراحه انه خلاص الكلام على محمد صلاح هو يعني عايزه، يعني عايزه. هاتريك امبارح كان عمل شغل وقلق في الدنيا كلها صحيح. والعالم كله كمان يمكن يعني الدنيا اتقلبت على مؤمن زكريا برضه
ليه؟ لأن زي ما أنتوا تابعتم النهاردة كانت الناس كلها بتتكلم على مؤمن بعد ما محمد يعني افتتح مباريات ليفربول بالهاتريك في الدوري الإنجليزي، ويمكن بعد الهاتريك طبعا كان في رسائل حب وكان في تقليد للحركة اللي بيعملها دايما مؤمن ورقم 8. وبعد ما شفنا تكريم الأهلي ومجلس الإدارة هنا والجماهير، صلاح كان ليه دور ووصل، يمكن وصل له ده هناك في انجلترا، ووصلت له رسائل الدعم اللي من قبل جماهير الأهلي، وهو بقى كمان حب يشارك الملايين دي. تعالوا نشوف تقرير ونرجع تاني. لم يكن الاحتفال الذي قام به محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي بأول هاتريك له في البريمير ليج يوم أمس بعد هدفه الثالث في مرمى ليدز يونايتد مجرد احتفال للتضامن مع مؤمن زكريا، وإنما تجاوز ذلك ليصبح مصدرا للتعاطف العالمي مع نجم الأهلي الذي يمر بأزمة صحية كبيرة. احتفال صلاح ومن بعده تغريدة نادي ليفربول لدعم مؤمن زكريا معنوية فتحا الباب أمام الصحافة العالمية لتتحدث عن نجم النادي الأهلي وحالته الصحية، والإشادة أيضا بصلاح ومواقفه الراقية. صحيفة ديلي ميل البريطانية تحدثت عن احتفالية محمد صلاح وأشارت إلى حالة مؤمن زكريا، ونقلت تصريحات أدلى بها مؤمن مؤخرة بعد تكريمه في مختار التتش، كما أبرزت شبكة ESPN الحدث وتغنت بالصداقة القوية التي تجمع بين صلاح ومؤمن، ونشرت العديد من الصور التي جمعت بين اللاعبين في المنتخب المصري، مؤكدة أن صلاح احتفل بهدف ليفربول تكريما لزميله مؤمن. صحيفة The Sun أكدت أن صلاح حرص على إهداء أهدافه الثلاثة إلى صديقه مؤمن زكريا، وأشارت إلى أن مؤمن ليس لاعب الكرة الوحيد الذي يعاني من هذا المرض، بل هناك أيضا ستيفن داربي الظهير الأيمن السابق لفريق ليفربول والذي أنشأ مؤسسة لدعم الأشخاص المصابين به. طبعا شيء رائع على مستوى، مش هنتكلم على المستوى الفني، وصلاح يمكن دلوقتي من اللاعبين التاريخيين اللي بيسجلوا في الأول افتتاحية البريمير ليج على 4 سنوات متتالية. مش هنتكلم على ده، مش هنتكلم على فنياته، لكن هنتكلم على دور أهم كتير جدا جدا بيقوم بيه صلاح. الدور اللي يعني والمشهد اللي شفناه كله من أول ما صلاح أحرز الأهداف لتعاطف وسائل الإعلام مش على مستوى إنجلترا بس، على مستوى العالم كله، كل الناس بتتكلم على اللقطة ديت، كل الناس بتتكلم دلوقتي عن مؤمن، كل الناس بتتكلم على صلاح. حتى رئيس الكاف أحمد قال إن صلاح بيأدي دور مهم جدا مش على مستوى الملعب لكن على مستوى بره الملعب، دور كبير جدا، وده اللي بتكلم عليه، وده يعني اللي يهمني في الأمر. كلنا طبعا متعاطفين مع مؤمن، وكلنا يعني إن شاء الله بندعي له، لكن دور صلاح كان دور مهم جدا. إمتى بقى، وده هنناقشه مع بعض ضيوفنا، إمتى نستفيد من صلاح؟ إمتى نستفيد من الليفل اللي وصل له صلاح؟ إمتى النهاردة صلاح بيقدم رسائل كتيرة جدا جدا لوحده، محدش بيقول له اعمل كده. محمد صلاح حاسس بمسؤولية مش داخل الملعب بس لكن خارج الملعب طبعا. كمان يا سهام طبعا. بيقدم دور كبير جدا، عارف ده، واقف جنب زميله، وصلاح متأكد إن اللقطة دي هتكون يعني هترفع من روح مؤمن المعنوية جدا، وهتلف في كل الصحف العالمية طبعا. فدور صلاح دايما الناس بتقول لعيب هايل، وانا في اعتقادي مش اقل من 30 40 سنه عشان حد يجي زي صلاح ويوصل لهذا المستوى من مصر. يعني مع احترامي للجميع، صلاح وصل لمرتبه مختلفه جدا، صلاح وصل للعالميه بشكل ايجابي واحترافي بشكل رائع. عايزين كمان احنا ازاي بقى مصر تستفيد من ده، ازاي مصر تستفيد ان محمد صلاح بقى رجل يعني من افضل اللعيبه على مستوى العالم، او افضل 3 لعيبه على مستوى العالم خلال ال3 سنين اللي فاتوا، هو بيقوم بالدور دوت. طب احنا كمان نقدر نستفيد من صلاح ازاي، نقدر نستفيد منه ده سؤال ونعرف طبعاً. ونعرف نستفيد منه أكيد. لما نعرف أكيد. ان كره القدم مش بس هي لعبه في الملعب، دي او ده مصدر للتعاطف والتضامن والفعل الخير والدور المجتمعي والدور النوادي حقيقي. ودي افعال الكبار، دي تصرفات الكبار،
زي ما النادي الأهلي عمل، زي ما صلاح عمل. دي يا جماعة مش مجرد كورة يا كابتن هاني، أنا دايما أقول كده اللاعب عليه دور كبير جدا جوه الملعب وبره الملعب. صحيح، صحيح. بس مش دوره فني فقط. لا يا طبعا مع عدم قطع كلامك، هو زي ما بتقولي أنت دايما النجم، خلينا نتكلم أن السوبر ستار زي محمد صلاح بيكون دوره أكيد في الملعب مهم، لكن كمان الدور الأكبر بلده. في لقطة على فكرة الناس يمكن نسيت، انه طلع خد التتويج البريمير ليج وهو علم مصر، علم مصر الكبير على ظهره. دي لقطه دي لقطه مش هقول لك بمليون دولار، لا دي لقطه يعني لاعب مصري بيستلم البريمير ليج وعلم مصر موجود، دي لقطه تاريخيه. في حاجات بصراحه صلاح بيقوم بيها على اعلى مستوى، رغم في الانتقادات على بعض فترات، خلينا نتكلم بكل امانه، لكن صلاح واصل لمرحله كبيره جدا، ربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله. صلاح بدا بثلاث اهداف ان شاء الله، منتظرين من صلاح كمان هداف البريمير ليج السنه دي. صلاح اهم حاجه اللي عمله كمان يكون وصل اكيد لمؤمن. لا أكيد. أكيد. وعارف ان النهارده الناس كلها بتتكلم عنك، وان شاء الله انت هتقوم بالسلامه وهتخف وهترجع لنا تاني، وان شاء الله خير باذن الله. خلصت اخبارنا المحليه والعالميه، هنروح بقى للاسطوره الاهلاويه اللي معانا النهارده، واحد من العلامات البارزه في تاريخ الاهلي، واحد من ابنائه المخلصين حقيقي، تالق كلاعب، تالق كمدرب، هو المتالق المتميز كابتن فتحي مبروك. هنروح نشوف دلوقتي كابتن فتحي مبروك. طبعا كابتن فتحي مبروك طبعا من ابناء النادي الاهلي المخلصين، وخلي بالك دايما كابتن فتحي مبروك لما كان موجود او موجود مش موجود هو دايما بيخدم النادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك كان رئيس قطاع الناشئين، وبعدين كان مدرب فريق الشباب بيقول حاضر، طب ارجع تاني قطاع الناشئين حاضر، طب دلوقتي الكابتن فتحي مبروك المسؤول عن ملف مهم جدا جدا اللي هو اكتشاف الموهوبين في النادي الاهلي او السكاوتنج زي ما بيقول. طبعا دايما كابتن فتحي مبروك عمره ما قال لا النادي الاهلي في اي مكان، ودايما بيخدم النادي الاهلي اذا كان موجود جوه الملعب او موجود في النادي الاهلي او خارج حتى سور النادي الاهلي. نروح نقدمه دلوقتي في تقرير بيحكي عن الاسطوره الاهلاويه اللي معانا النهارده كابتن فتحي مبروك. بعد الفاصل البيت الكبير، وبنستقبل اول ضيوفنا النهارده كابتن حمدي نوح نجم منتخب مصر والاسماعيلي السابق مع كابتن هاني. اتفضل. واحد من أبناء الأهلي المخلصين استحق لقب رجل المهام الصعبة، عاشق يلبي نداء القلعة الحمراء والدفاع عن الكيان ورفع اسمه في أي قطاع من قطاعات الكرة بالنادي تحت أي ظرف وفي أي زمان. إنه نجم المارد الأحمر السابق، لاعباً ومدرباً، ورئيس إدارة المواهب بالنادي المدرب القدير فتحي مبروك. لا شيف عبد الله من الدفاع وبيلعبها عالية يطلع فيها يعد فتحي مبروك المولود في 5 يوليو 1951 حكاية طويلة مع النادي الأهلي وقصة ارتباط وثيقة بالقلعة الحمراء التي دخلها لأول مرة وهو في 9 من عمره كشبل يافع في قطاع الناشئين بالنادي، وشق طريقه سريعاً بين مختلف المراحل السنية إلى أن بات لاعباً مؤثراً في الفريق الكروي الأول بالنادي بعد تصعيده لأول مرة في موسم عام 1971-1972. أصبح أحد نجوم الفريق الأول في مركز المدافع الأيسر، ولعب ضمن جيل من أفضل من أنجبت الملاعب المصرية، منهم محمود الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار وغيرهم، وشكل مع حسن حمدي وزير دفاع القلعة الحمراء ثنائياً متفاهماً ومميزة في الخط الخلفي للأهلي، حتى قيل وقتها إن هيدي كوتي يضع مبروك وحمدي أولاً في التشكيل ثم يفكر في بقية اللاعبين. فاز فتحي مبروك مع الأهلي لاعباً بستة ألقاب في بطولة الدوري العام ولقبين لكأس مصر. أما على الصعيد الدولي فانضم لمنتخب الفراعنة للمرة الأولى في عام 1974، وشارك مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية عام 1980، كما تمكن من تسجيل هدف مصر المؤهل لأولمبياد موسكو في نفس العام.
وبعد رحلة رائعة مع الأهلي والمنتخب اعتزل كرة القدم في عام 1981، وانتقل بعدها للعمل في مجال التدريب حيث تألق بشكل لافت للأنظار. كانت أولى محطاته التدريبية في عام 1985 بعد تعيينه مدرباً مساعداً مع الجنرال الراحل محمود الجوهري في الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وحقق الفريق في هذا العام اللقب الإفريقي، وبعدها انتقل ليكون مساعداً للجوهري أيضاً في الجهاز الفني لمنتخب مصر، ليحققا معاً إنجازات كبيرة كان أهمها الوصول إلى كأس العالم عام 1990 والفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1998. تولى فتحي مبروك مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي لأول مرة في منصب الرجل الأول عام 2003 بعد رحيل الهولندي جو بونفرير عن الفريق، وقاد الفريق حينها للفوز ببطولة كأس مصر. وبعد أكثر من 10 سنوات تولى خلالها تدريب عدد من الأندية، عاد في الولاية الثانية له مع الأهلي ليتولى تدريب الفريق خلفاً لمحمد يوسف، وينجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري. وبعدها يتولى الإسباني جاريدو تدريب المارد الأحمر، لكنه يرحل سريعاً، ويتم الاستعانة بخدمات فتح مبروك للمرة الثالثة. في عام 2019 عاد فتح مبروك للأهلي من جديد في منصب آخر بالإشراف على قطاع الناشئين، وأخيراً في يونيو الماضي أسند له المجلس بقيادة الكابتن محمود الخطيب مهمة جديدة بتعيينه رئيساً لإدارة المواهب بالنادي. أهلاً بحضراتكم، والفقرة الثانية من البيت الكبير. الفقرة الثانية من البيت الكبير معانا نجم ذهبي، مهاجم من تراث رفيع جداً، مهاجم على مستوى تاريخ مصر كله يمكن ما جاش الستايل بتاعه، مهاجم على المستوى الفني وعلى المستوى التهديفي من أروع المهاجمين في مر العصور في تاريخ نادي المقاولين ونادي الإسماعيلي، موهبة كبيرة جدا، والموهبة دي كمان كانت ساهمت في انتقال نجمنا الكبير محمد صلاح من المقاولين لليفربول. نجمنا اللي موجود معنا النهاردة ومشرفنا الكابتن الكبير حمدي نوح. كابتن مساء الفل عليك. مساء الفل لك. ومنورنا في البيت الكبير. مساء الفل يا كابتن هاني، وبشكرك يعني على التقديمة دي. لا يا كابتن، ده اقل حاجه. انا قلت لك الحمد لله ان انا بدات العب سردباك بعد ما حضرتك اعتزلت، كان هتبقى بالنسبه لي مشكله كبيره. كانت هتبقى مشكله كبيره قوي. لا بصراحه انت لاعب كبير واثبتت نفسك، وانت من اول الناس اللي راحوا المانيا وفي نادي بيرمن، وكنا كلنا بندعي لك ان ربنا يوفقك. ربنا يخليك. فعلا انت حضرت الاحتراف واديته بانتظامك واجتهادك، واللي وصلت ليه ده يعني مجهود كبير منك. لا طبعا، انت حضرتك تاريخ كبير جدا، وعندنا وهناقش مع حضرتك كذا ملف مهم جدا، ومش هلاقي انسب من حضرتك تكلمني على سبيل المثال ندرة الهدافين في مصر، مشكلة المهاجم في مصر بقالنا فترة طويلة، هنتكلم في محمد صلاح، ونتكلم كمان في مشوار حضرتك على مستوى على المستوى كلاعب، وحتى على المستوى التدريبي حضرتك كان ليه تجربة خارج مصر. بس خلينا نبدأ مع السادة المشاهدين ومع حضرتك بدايتك. أعتقد بدايتك كانت في نادي إسكو. نتكلم على بدايتك والتدرج بقى. هو أنا طبعا حضرتك كابتن هاني بدأت كأي حد لعيب كورة بيلعب كورة شراب في الشوارع وفي الحواري. طبيعي كلنا لعبنا. فكرة شراب هي دي اللي ادتنا التحمل. نلعب كورة شراب، نلعب بالساعتين ثلاثة، وهي كرة صغيرة فتخلي المهارة عندك عالية. صحيح. ياما لعيبة كانوا معايا بس حظهم وحش، ما قدروش يوصلوا للأندية. أنا كان في صديق ليا كابتن ابراهيم عزيز. ابراهيم عزيز ده كان لاعب في نادي اسكو وراح نادي الزمالك، وبعدين شافني كان عندي 17 سنه فوداني نادي اسكو. فروحت شفت قابلت الكابتن حسني ابو زيد والكابتن محمود شالش، فادوني مباراه وديه. تقريبا لعبت الشوط الاولاني
وكان معايا الكوتش بتاع باتا. عارف الكاوتش باتا اللي هو كان كله حته واحده جلد تقريبا او بلاستيك تقيل بالظبط. فنزلت لعبت بيه وكنت واخده من واحد صاحبي. هو لعبت حضرتك مع الفريق الاول 17 سنه؟ لا رحت 17. ناشئين تحت 17 سنه. كانوا بيلعبوا مباراه وديه. وكان الكابتن حسني ابو زيد ده هو المدرب. وانا خدت من صاحبي ده البوت بتاعه، اسمه بوت، البوت بيبقى عريض شويه. فالمهم لعبت، رحت جايب جونين هدفين على طول. قالوا لي طيب انت بكره تيجي. قلت لهم طيب حاضر. ادور على اللي اداني البوت. قال لي لا معلش مش هروح معاك. قلت له طب انت ما تجيش اديني البوت. قال لي لا البوت مش هديهولك. المهم رحت بدون جزمه. مين اللي اداني جزمه؟ سامي السويسي كان لعيب. يعني حضرتك تاني يوم انتقلت، رحت النادي اسكو، رحت تاني زي ما قالوا لك. بس طبعا كان ما رحت من غير لبس مفيش ادوات. المهم السويسي راح مديني، كان نفس المقاس بتاعي، فاداني الجزمه. اتمرنت شافوني قالوا لي لا توقع. وقعت في نادي اسكو. قعدت في نادي اسكو يا كابتن هاني حضرتك 7 سنين. 7 سنين في اسكو. طب استاذ حضرتك 7 سنين في اسكو، بس قبل ما نكمل، لان انا عارف في تاريخ طويل قوي وعندنا حكايات طويله قوي. تقرير طبعا يعني زملائي في الاعداد عملوه لحضرتك، نشوف التقرير ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير حمدي نوح. جول حمدي نوح بيحطها حلوه من توتو اوفر عند حمدي نوح، وحمدي نوح شوط حلوه. جول الاول، جول جميل جميل جميل. 1-0 من العرض، وحمدي يحط جول. واحد من النجوم الذين استطاعوا شق طريقهم بعيدا عن قطبي القمه. كتب اسمه بحروف من نور لامع في تاريخ الكرة المصرية. خدها والله، خدها ومشي وحشوف وشوف قلب الخشبة. نجم فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق والمدرب صاحب العين الخبيرة، مكتشف النجوم حمدي نوح. يا كابتن محمد، انت يا ابني اسعدتني واسعدت مصر كلها، وبإذن الله تسعد مصر أكتر وأكتر، وتسعد أهلك وتسعد محبينك. I have emotions when I see him. He's like my second father. ولد حمدي نوح في 23 فبراير عام 1955 بحي الجمالية. شاهده اللاعب السابق إبراهيم عزيز وأعجب بمستواه وقدمه لمسؤولي نادي إسكو. فنال الشاب الصغير إعجابهم وقرروا ضمه لصفوف فريق الشباب بالنادي، وعمره لم يتجاوز 17 عاما. خاض اللاعب الشاب المشوار مع إسكو من دوري الدرجة الثالثة، وتألق في مركز رأس الحربة، وقاد الفريق الصغير للصعود للدوري الممتاز. واستطاع في موسم عام 1978 تسجيل 14 هدفا ليحتل المركز الثالث في قائمة هداف الدوري خلف حسن شحاتة وحسن الشذلي، واحتل إسكو في ذلك العام المركز الرابع في الدوري المصري. وفي صيف عام 1978 التقطت أنظار مسؤولي المقاولون العرب حمدي نوح، ونجحوا في الحصول على توقيعه مقابل 110,000 جنيه في واحدة من أكبر الصفقات حينذاك. وسرعان ما أصبح واحدا من أبرز لاعبي الفريق، واكتسب حب وعشق محبي النادي. قاد ذئاب الجبل للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 1981-1982، ثم البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس عام 1982.
وفي موسم 1983 حدث الكثير من الخلافات بين حمدي نوح والإنجليزي مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب ليرحل عن ذئاب الجبل إلى النادي الإسماعيلي، حيث ظل في صفوف الدراويش لعدة مواسم أحرز خلالها 30 هدفا إلى أن اعتزل في عام 1987. مش حلوة وبالعرض وحمدي يحط جول جوه جون حمدي نوح. على الصعيد الدولي شارك مع منتخب مصر من عام 1978 وحتى عام 1983، حيث خاض 15 مباراة مع الفراعنة سجل خلالها 7 أهداف. وكان لابد من التكريم في نهاية المشوار الحافل، فحصل عام 1978 على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية من الرئيس محمد أنور السادات، ثم حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس محمد حسني مبارك عقب حصول المقاولون على بطولة إفريقيا عام 1982. عقب الاعتزال اتجه حمدي نوح للتدريب وتولى تدريب قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وهو مكتشف الثنائي محمد صلاح ومحمد النني، كما تولى مسؤولية قطاع الناشئين في نادي الجزيرة الإماراتي لمدة 3 سنوات قبل الانتقال للتدريب في نادي العين لمدة 9 سنوات حقق خلالها 7 بطولات. رجعنا مع حضراتكم والنجم الكبير الكابتن حمدي نوح. ما شاء الله مسيرة يعني رائعة. لا بلاش اتكلم بقى. لا ازاي لا ازاي. لا يعني جايبين حاجات جميلة جدا يعني الاعداد. والله الواحد رجع يعني ايام زمان. حابب تلعب كرة تاني. حابب تلعب كرة تاني بس فوق 60 بقى. ربنا يديك الصحة يا كابتن. ربنا يخليك. لا طبعا منورنا ومشرفنا وده أقل حاجة طبعا لتاريخ زي حضرتك. حضرتك قبل التقرير كنا بنتكلم على إسكو، إن رحت إسكو وقبلت، بس أنت ليه تأخرت في المشاركة يعني في أول موسم 75 تقريبا؟ أنت بدأت 17 سنة وبعدين صعدت للفريق الأول. أنا كنت بلعب حضرتك لما رحت لعبت تحت 18 سنة، وكنت بلعب تحت 21، وكان على يميني مختار، على شمالي مختار، وأحمد أبو رحاب على يميني. طيب ده وبعدين ألعب فريق أول، يعني ألعب 3 مباريات في الأسبوع. 18 و21 وفريق أول. يعني حتى في 21 لعبت ضد نادي المية، كان في عادل المأمور سجلت فيه هدفين في ملعبهم. أقصد يعني إيه، استفادوا بي في 3 مباريات، ألعب ال 18 وأخلص وألعب ال 21 والفريق الأول. لعبنا درجة تالتة ودرجة تانية لغاية ما طلعنا الممتاز. في الوقت ده لما طلعنا الممتاز جانا مين مدرب؟ الكابتن طه إسماعيل. كابتن طه إسماعيل مسكه في أول سنة دوري ممتاز بالظبط للنادي الأهلي. فبصراحة أول ما شافني كان عمل مباراة ودية وما كنتش بتمرن خالص، فعايز يشوف الفرقة. فعملنا مباراة في نادي المؤسسة في شبرا واتفرج عليا، جبت 4 أهداف. طبعا مبسوط بقى ان الشيخ طه اسماعيل اللي انا كنت بحبه وبيلعب الفريستايم والحاجات دي بقى مدربي. ففوجئت بعد المباراة وقف معايا قال لي بص، انت تحضر فترة اعداد صبح وبعد الظهر هتبقى احسن لعيب كوره في مصر. الوقت ده كان فيه مين؟ كابتن هاني، كان فيه كابتن مصطفى رياض، وكابتن شاذلي، وكابتن خطيب، وكابتن عبد العزيز عبد الشافي، حسن شحاته، وعلي خليل، اسماء كبيره جدا، عماشه، عمر عبد الله، عبد الرحيم خليل، وحنفي هليل، والترسانه، شاذلي ومصطفى رياض ورأفت مكي. يعني لقيت قلت له يا كابتن انا اروح فين؟ على ابو جريشه،
امين دابو، اسامه خليل، يعني نجوم واساطير الكوره كلها كان في عصر واحد. السويسي، احمد شاكر، مسعد نور، يعني قلت له يا كابتن ازاي انا قال لي والله والله هتبقى احسن لاعب كوره في مصر. حتى زمايلي قلت لهم انا مكسوف من الكلام ده، قالوا لي يا ريت يقول لنا كده الكابتن طه. الحمد لله لعبت معاه السنه الاولانيه سجلت 14 هدف. 14 هدف في اول موسم في الدوري الممتاز. الممتاز. ده رقم كبير بالنسبه مش خارج الاهلي والزمالك، رقم كبير جدا رغم وجود كابتن زي الاسماء الاسماء اللي حضرتك قلتها كلها نجوم وهدافين. حسن شحاته وعلي خليل يعني بيسجلوا اهداف، وكابتن شاذلي وكابتن خطيب وكابتن عبد، يعني فعلا الحمد لله ان انا ظهرت في وسط الكوكبه دي. فدي كانت نعمه من الله سبحانه وتعالى ان ربنا وفقني. الشيخ طه الموسم الثاني سجلت 9 اهداف. وبعدين انتقلت النادي المقاولين العرب، انا رحت النادي الاهلي قابلت الاستاذ عادل القيعي والحاج احمد سقراط وقالوا لي مستر هيدوكوتي لما قبل ما يسافر الاجازه قال انا عايز حمدي نوح العب بمصطفى عبده والخطيب وحمدي نوح ومختار يكمل من النص. انا دوري وكاس مدى الحياه، انا عايز اللاعب ده بس ما وفقتش. وبرضه رحت النادي الزمالك قابلت الكابتن حلمي الله يرحمه قال لي حمدي انت تحت السن روح جيب الاستغناء بتاعتك. قلت له اجيبها ازاي يا كابتن حلمي ما اقدرش. كان معايا مختار ساعتها واحمد ابو رحاب. كان معاك كابتن مختار؟ كان معايا في مقابله الكابتن حلمي. قال له مختار انت مضيت في النادي الاهلي، بص يا ابني لو عايز نادي الزمالك امضي على الاستماره وهنعمل لجنه تختار نادي الزمالك، لو هتختار نادي الزمالك يا ابني امضي. تمام. وكان مش هتختار تاني؟ احمد ابو رحاب. كان احمد راح نادي الطيران بيتمرن وقال له يا احمد احنا هناخدك انت ومختار وانت يا حمدي روح جيب الاستير. طب قول الو. قول الو دلوقتي. الو دي. الو كابتن حمدي نوح. لسه بنتكلم. احمد ابو رحاب. حبيبي يا ابو نوح. ايه يا كابتن احمد. احمد ابو رحاب. كابتن احمد اهلا بحضرتك، منورنا في البيت الكبير في قناه النادي الاهلي. كابتن هاني انت اللي منور الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن. انت نجم كبير ونجم عالمي ومعاك واحد لو الحظ اداله شويه كان هيبقى عالمي. ده صحيح ده صحيح. انا قلت له الحمد لله ان انا بدات العب كوره كان هو اعتزل، كان هتبقى بالنسبه لي مشكله ما كنتش هروح المانيا يعني. والله انتوا الاثنين قيمه واحده. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن لسه بيحكي موقف كان مع كابتن حمدي وحضرتك والكابتن مختار مختار. ايوه. ده كان في نادي اتفضل. احنا نادي الزمالك كان الكابتن ميمي فكري المدرب بتاعنا وخد نادي الزمالك، وبعد كده الكابتن ميمي قال له دول لعيبه يعني عايزين برضو نديهم شيء، ما كانش فيه فلوس ولا حاجه زي كده. طبعا. اديهم شيء يعني يليق بنادي الزمالك ومظهرهم وبتاع، كانوا طلبوا 500 جنيه لكل واحد فينا. والكابتن حلمي كابتن حلمي زموره قال له لا هم كفايه عليهم كل واحد 200 وكده. طبعا حمدي غضب ومختار غضب وخرجنا احنا الثلاثه مشينا. بعد الموسم الاولاني في الدوري الممتاز الكابتن حلمي نفسه عرض على عرض حمدي لوحده 60,000 جنيه. ده الموسم اللي بعديه على طول من 500 جنيه ل 60,000 جنيه. 200 ل 200 ل 200 لواحد بس. لواحد. اوكي. لواحد مش للثلاثه. طبيعي طبيعي. فيعني برضو في حاجات كانت بتفوت على الخبراء وعلى الناس اللي ليهم نظره. الكابتن ميمي قال له بالنص كده، قال له يا كابتن حلمي الثلاث ولاد دول هيبقوا في روضة مصر السنة اللي جاية. السنة اللي جاية كان الكابتن علي خليل بيلعب وكابتن مسعد نور رحمه الله وكان كابتن عماشة موجود الله يرحمه وكان موجود كوكبة من النجوم مع عبد العزيز عبد الشافي ربنا يديله الصحة وكان مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب. خطيب طبعا. قال له الولاد دول هيبقوا ثلاث في روضة بتوع مصر السنة الجاية. فالكابتن حلمي رفض، قال له لا هم 200 جنيه لكل واحد، فاحنا غضبنا ومشينا. يعرض على حمدي لوحده 60,000 جنيه في السنه.
او في التوقيع طبعا ما فيش احتراف يعني عفوا ما فيش احتراف هو ساعة التوقيع يعني يعني يوقع وياخد الفلوس بالظبط. يعني عايز اقول لحضرتك انه حمدي من المبدعين، حمدي لاعب فنان، انا كان ليا البخت وليا الحظ وليا الشرف ان انا لعبت جنب ثلاثه انا بعتبرهم من احسن ثلاث فراوده فنيا في المصطفين الاخر. الكابتن علي ابو جريشه في دوره الصداقه سنه 75، الكابتن محمود الخطيب في الدوره الافريقيه العاشره في اديس ابابا، وبعدين حمدي لعب معايا الناشئين قطاع الناشئين كله من تحت 18 سنه لحد ما مشي نادي المقاولين، لعب حوالي معايا اربع خمس مواسم. حمدي مبدع يعني الثلاث اسماء دول. كابتن محمود الخطيب ده قيمه كبيره جدا. الكابتن محمود الخطيب كنت تتفرج عليه وانت احيانا تنسى ان انت زميله وتقعد تتفرج عليه بيعمل حاجات عجيبه. حمدي في ميزه والخطيب في ميزه والكابتن علي ابو جريشه في ميزه. الثلاثه من اروع ثلاث لعيبه ليا الشرف ان انا كنت جنبهم في يوم من الايام. كابتن انت كمان كنت لاعب رائع، ويمكن كابتن حمدي كان بيتكلم على حضرتك، لكن برضو عايز اسالك، بتحس ان كابتن حمدي ستايل مختلف وكابتن خطيب ليه حاجه مميزه، كابتن علي ابو جريشه حاجه مميزه، وكابتن حسن شحاده حاجه مميزه طبعا، يعني طبعا كان طبعا في مزيج كده من اللعيبه اللي تقدر تقول عليها لعيبه متكامله بشكل كبير جدا. يعني سؤال لحضرتك سريعا وهنناقش كمان مع كابتن حمدي في المهاجمين في مصر خلال يمكن العشر سنين اللي فاتوا، خلينا نتكلم الاختلاف في هذه المواهب والاختلاف في الستايل دوت، واحد بيلعب بدماغه كويس، واحد بيرقص كويس، واحد الكنترول بتاعه كويس، واحد اختراقاته كويسه، الاختلاف ده ما بقاش موجود للاسف في مصر، ده راجع نتيجه الموهبه وما عندناش موهبه، ولا راجع لظروف خاصه بنمر بيها يعني؟ لا حضرتك انت جيت على فعلا على الجرح. الاحتراف يا كابتن هاني طبق غلط، الاحتراف طبق غلط، الاحتراف قلت المواهب وقلل الانتماء وكثرة الطلبات في الفلوس. وادي اللي بيظهر على الساحه النهارده ابن النادي، يعني لما تيجي الموقف زي انا كنت رايح النادي، لا انا اعشق النادي الاهلي والناس كلها تعلم. أنا الكابتن صالح سليم ولي عظيم الشرف إن أنا قعدت مع كابتن صالح سليم، كابتن صالح سليم طلبني أحد ماتشات الناشئين، ومع ذلك لعبوا في دماغي الناس اللي حواليا وقالوا لي ده النادي هنا وهيعملوا لك تمثال وأنت ابن النادي ومش عارف إيه، رغم أهلاويتي إلا إن أنا ما انتقلتش للأهلي. النهارده اللي بينشأ ده كابتن شلش اللي قال لك كده على فكرة صح؟ كابتن شلش قال لي عندك صندوق فيه 500 جنيه حدهم لك. وقال لي كابتن حمدي عندك ما تسيبناش. قال لك ايه كابتن؟ قال لي في صندوق هنبني لك عمارة. لا وصلت لصندوق فيه 500 جنيه. قال لي في صندوق فيه 500 بتاع اللعيبة انا حدهم لك. قلت له يا كابتن سيبني انا مش هشوف حاجة تانية يا كابتن. ده نصيب. لا نصيب طبعا. انا بشوف حضرتك النهارده اللاعب بيبدأ من مدرسة كورة وبينسى كل ده عشان يروح لفلوس. يبقى انا معايا المجد ومعايا الشهره ومعايا الجماهير ومعايا البطولات ومعايا التاريخ ادور على فلوس. انا في الحقيقه ما بجيبش اسماء حد وهو كلامي واضح على، ولكن مش عليه هو لوحده، عليه ولا على اللي قبله واللي قبله واللي قبله. ولكن انا برضو اشيد هنا ما زلنا عندنا برضو بعض الناس اللي تقدر المكان. صحيح. اذكر بالاسم محمد الشناوي، انا بحترمه جدا طبعا جدا، لانه قدر المكان وقدر القيمه وقدر الكيان وفضل وقال كلمه واحده بس، الفلوس هتيجي هتيجي. ده حقيقي. اما اللي بيدور على الفلوس من غير ما يعمل لنفسه تاريخ ويعمل لنفسه بصمه مدى الحياه ده بيبقى مخطئ. لا الغريب في الامر كمان انه كان هياخد فلوس وفلوس كتيره، يعني خلينا نتكلم بكل امانه ما بنحبش نتكلم على الموضوع ده، لان ده يعني كمان هيبقى فلوس لا فلوس ومنتمي لمؤسسه وجماهير وبطولات يعني خلينا نتكلم، كل واحد طبعا ليه حريه الاختيار في الاخر. يعني في احد لعيب النادي الاهلي انتقل من النادي الاهلي زمان لاحد الانديه، فما طلبوني انا هو كان من منطقتي، يعني قال لي يا ابني اللي يلبس الفانيلا الحمراء ويقعد على الخط يفضل العالم كله عارفه مدى الحياه. صحيح.
صحيح. يعني دي كفايه، يعني انت لبست، انا والله العظيم كنت اتمنى اتصور بفانيله النادي الاهلي، مش العب بيها، اتصور بفانيله النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه كبيره، فعشان كده هرجع لسؤال حضرتك، المواهب قلت لان الاهتمام بقى بالفلوس. يعني هذكر لحضرتك حاجه كده على السريع، بطوله الامم الافريقيه كنا سته او بطوله الامم الافريقيه كنا سبع مهاجمين، سبع مهاجمين، وكان في نفس التوقيت كان في بطوله دوره الصداقه كان فيها سبع مهاجمين، كانت 75، وكان في كاس فلسطين في سبع مهاجمين، وكان الكابتن حمدي نوح والكابتن حمامه و كابتن عبد العزيز كان مصاب، والكابتن حمامه كانوا بيلعبوا ماتش ودي مع ايران هنا. السبع مهاجمين اللي كانوا في دوري الصداقه كابتن علي ابو جريشه، كابتن محمود الخطيب، كابتن مسعد نور الله يرحمه، كابتن اسامه خليل، كابتن مصطفى عبده ربنا يديله الصحه، احمد ابو رحاب، احمد شاكر رحمه الله. انا بعد لك السبعه اللي كانوا هناك، وهعد لك السبعه اللي كانوا في كاس فلسطين. كاس فلسطين كان كابتن عماشه، كابتن عمر عبد الله، كابتن عبد الدايم، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن الشاذلي، اسماء كلها كبيره، كابتن مخيمه. كابتن احنا كان عندنا في وقت من الاوقات منتخب مصر واحنا 40 45 مليون كان عندنا 16 و18 مهاجم، في خلل ما. اكيد اكيد يا كابتن اكيد، وان شاء الله احنا نتمنى للافضل، ونتمنى ان احنا فعلا بالتأكيد يكون عندنا عايزين نكون عندنا نجوم زي حضراتكم ان شاء الله. امل ان تعاد الامور الى نصابها ان شاء الله. انا بشكرك جدا كابتن. لا ده انا بشكرك يا كابتن، شرف لينا. انا بشكرك على المداخله دي. لا شرف لينا يا كابتن، معاك انت نجم كبير ومعاك نجم كبير، ربنا يخليك يا كابتن، انتوا الاثنين مكملين بعض. شكرا ليك كابتن احمد ابو رحاب، طبعا النجم الكبير، بنشكرك شكرا جزيلا. ده كلام الكابتن احمد، ويعني كلام مهم جدا جدا، لكن كمان راي الجماهير مهم، وراي الجماهير لما بتتكلم على الكابتن حمدي نوح كلنا يعني بنقول نجم كبير، نشوف الجماهير هتقول ايه على حضرتك، ونرجع مره ثانيه. الحمد لله ده من ايام زمان، ده كان في التسعينات ولعب في اسكو ولعب في المقاولين العرب، وحاليا هو مدرب ولعب في اسماعيلي برضه اعتقد، هو حاليا مدرب برضه، واكتشف هو الناس برضه لعيبه كبيره، محمد النني ومحمد صلاح والناس ديت، يعني راجل من الناس القديمه جدا، يعني راجل محترم جدا، كان لعيب وليه اسمه في البلد يعني من زمان. يعني حمدي نوح كان من المهارات العاليه جدا جدا في راس الحربه، كان هيدرز جامد جدا، شويت من كل مكان في ال 18 تعتبر بتاعته، يجيب جوان من كل مكان، وبعدين مكتشف وليه عين خبير، هو اللي اكتشف محمد النني، هو اللي اكتشف محمد صلاح، من اللعيبه المحترمين جدا جدا بصراحه، ويا رب مصر تعوض لعيب زيه، ومكتشف فعلا لعيبه كتير منهم محمد صلاح ومحمد النني، ولو كمل برضه اكتشافاته ديت هيطلع لنا لعيبه نجوم قوي، وانا بعزه جدا جدا، هو على المستوى الشخصي انسان محترم جدا جدا. حمدي نوح زيه زي الخطيب، زيه زي اللعيبه الاساطير القديمه يعني بتاعت مصر يعني. كابتن حمدي نوح ده يعني موهبه، اللي فيه لعيبه كوره حرفت كوره، ده حمدي نوح. حمدي نوح ده من هو اللي عامل مقاولين مع الله يرحمه ناصر محمد علي، جاب كانت افريقيا يعني، كان لما يلعب قدام النادي الاهلي المقاولين كان يعني حمدي نوح ده بعبع بصراحه. كابتن حمدي نوح طبعا كان لاعب في الاسماعيلي، وكابتن الاسماعيلي من ميزاته ان هو كان في التدريبات، حضرت له تدريب قبل كده، ان هو كان بينطط الكوره بكره الراكت، فكان حاجه ساحر يعني، نشبهه برضو بالخطيب يعني، كان عصر طبعا جميل وعصر ممتاز طبعا. كابتن حمدي نوح ده علم يعني، كان من جيل الموهوبين، هو كان لعيب موهوب ومن جيل الموهوبين، واحد تحب تتفرج عليه في لمساته في الكوره يعني، كان في عصر مين؟ في عصر الخطيب، في عصر الناس دي يعني. اقول لك ايه بس يعني، كنت بتشوفيه في الملعب هو وكان اولا والكلام ده، اقول لك ايه، اقول لك يعني لمسته في الكوره بس كفايه الاهداف اللي بيجيبها. الكابتن حمدي نوح ده يعني
وكان الخطيب وحسن شحاته وحمد، كان في اربع خمس لعيبه كده اللي يعني من احسن اللعيبه، حتى احنا شجعنا كوره عشان خاطر الناس دي. فحمد نوح ده كان من اعظم الناس، ده جاب جون الخطيب قام سقفله لو تفتكروا الجون ده. فحمد نوح ده لعيب عظيم قوي 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 قوي، وما خدش حقه طبعا زي لعيبه كتيره ما خدتش حقها. توتو اوفر عند حمدي نوح، وحمدي نوح شوط حلو وبالعرض، وحمدي يحط جول. زي لعيبه كتيره ما حدش يعني ما خدتش حقها. تفتكر حضرتك فعلا ما خدتش حقك؟ لا انا اخدت حقي اهو، حقي اهو، هو ده حقي. كلام الناس يعني، كلام وذكر الناس وذكرى دي. انا في سن يعني متقدم. لا ربنا يديك يعني الصحه، لسه شباب يا كابتن. انا 65 سنه وشويه ونص. كفايه الكلام دوت، هو ده النجاح. حضرتك لما رحت المانيا ثقافتك، ثقافه حازم امام، ثقافه اللعيبه اللي راحوا اوروبا، لابد ان احنا نغير العقليه. انت حضرتك كنت سالت احمد، كابتن احمد ابو رحاب، على ايه ليه ما فيش مهاجمين؟ هي حاجه بسيطه قوي يا كابتن هاني. احنا لما بدانا الاحتراف، الاحتراف ما جاش على الاساس. لابد ان انت تغير العقليه، لابد ان اللاعب ده يعرف ان مستقبله ده الكوره، يبقى عنده ثقافه، يقدر يتعامل مع الناس اللي بره. محمد صلاح وهو صغير 14 سنة كان بينام في نادي المقاولين العرب، وكان يصحى الصبح بميعاد ويتمرن بميعاد. ولازم يا كابتن لما تيجي تعمل احتراف لابد ان انت تكون عضلة اللاعب على الاحتراف، لابد ان يتمرن اكتر. احنا مشكلتنا في مصر، انا بزعل جدا لما بشوف روس حربة افارقة، كله بتزعل. بزعل جدا. في لعيب راس حربة افريقي موجود في مصر، كلهم بحبهم، لكن انت صعبان. بس صعبان عليا. مروان محسن عنده الصفات بس فاقد الثقه في نفسه. ليه فاقد الثقه في نفسه؟ عشان الاساس عنده ان لازم يتمرن الصبح لوحده. محمود الخطيب اللي وصله للنجوميه الكبيره دي اجتهاده والمحافظه على نفسه، وكان يجيب حنبله بتاع اوضه اللبس، عارف، يقول له يلا حنبله هات الكور كلها اللي جوه في اوضه، ويحطها قدام محمود، ومحمود يقعد ينشن في العارضه ويهتم ويشتغل على التدريب التخصصي. قطاعات ناشئين عندنا مليانه مواهب. يعني المشكله ان احنا اصل حضرتك بتقول ما فيش مواهب، لا المواهب موجوده بالظبط. اللي ناقص بقى عندنا العين، ولا ناقص عندنا ان احنا بنبص بس على الفريق الاول واحنا بندفع فلوس كتير عشان نجيب مهاجم جاهز، ولا المشكله ان احنا ما عندناش احتراف بمعنى حقيقي بالنسبه انك بتعد الولد الصغير انه يكون لعيب كويس، تديله الاساس. حضرتك في مره المهندس ابراهيم محلب بيكلمني، كان هو رئيس النادي وانا لسه جاي من بره، فقال لي يا حمدي، قلت له بص يا ابراهيم بيه، مش مهم البطولة في الناشئين. قال لي بص، طبعا مش مهم، انا ممكن اجيب لك ب 30 40000 شوية كاسات ونحطهم. قلت له مش هو ده المهم. قلت له انا معايا فريق 15 سنة، في سبعة كتبت لك اسمائهم، في 20 ولد كويسين، بس في سبعة دول هيلعبوا دوري ممتاز. الحمد لله بعد خمس ست شهور الحمد لله ربنا وفقني ولعبوا دوري ممتاز. محمد صلاح، محمد النني، علي فتحي، شريف علاء لعبوا في الزمالك، والنني خدته من النادي الاهلي وهو عنده 15 سنه. ومحمد صلاح متربي في النادي عنده 12 سنه، الكابتن ريعو راح جابه من عصمصون طنطا. صحيح. نادي مقاولين بس. مقاولين بس تابع يعني باسم مختلف شويه، يعني كان بيحطوا فيهم الولاد ويرعوا الفرع بتاعنا. الولد كويس بناخده. جبنا كريم الديب من هناك، عبد الوهاب الباك ليفت من هناك، باسم مرسي كنا جايبينه من هناك. اقصد اقول لحضرتك المواهب موجوده بس العقليه لازم تتغير.
عقلية قطاع الناشئين. انا بدل ما يبقى عندي، انت شفت ده في صلاح، وانت يعني صلاح عنده 12 سنه، انت شفت الجزئيه. كلنا بنتكلم دلوقتي على صلاح والطفره اللي عملها، حتى حضرتك متابع امبارح طبعا الثلاث اهداف اللي احرزهم وحاله التعاطف الكبيره جدا مع مؤمن. حضرتك شفت ولد ولسه صلاح عنده 13 14 سنه، حسيت ان عنده هذه الشخصيه انه يكون في يوم من الايام لاعب بهذا القدر؟ انا الولد نمره واحد محمد، الاخلاق، القريه، متربي في بيت محترم. كلمت والده لما عرف ان انا اللي مسكت فريق محمد، سالني قال لي ابني اخباره ايه؟ قلت له يا حاج صلاح ابنك في عينيا، وانا هعد محمد صلاح اعداد جيد، لان الولد ده هيبقى لاعب كبير. بس انا عنده مشكلة ان هو بيسهر. قال لي هو على العموم ابنك في القاهرة، انت اتصرف معاه زي ما تسهر. قلت له لا، الولد ابنك متربي جدا، بيسهر قدام التلفزيون مع زمايله كده، مفيش مشكلة. لما يجي عندك طنطا ينام بدري. قال لي بص يا كابتن، احنا ناس فلاحين، نصلي العشاء والباب بيتقفل ما يتفتحش الا على صلاة الفجر. فالبيت بيت اصل وبيت جميل وبيت محترم. الولد عنده اخلاق وبيسمع، يعني حتى حضرتك المهم. انت اتعاملت معاه، اتعاملت مهم جدا. حضرتك بتقول بيسمع، يقعد يحط وشه في الارض ويسمعك، ياخد الحاجات الايجابيه مظبوط والحاجات السلبيه يشيلها من الناحيه الثانيه. صحيح، عنده ذكاء، عنده ذكاء وعنده طموح وعنده تحدي كمان. انا قلت له كلمتين، قلت له بص يا ابني، انت عندك موهبه، موهبتك في حاجتين، سرعة ورجل شمال. الرجل اليمين دي يا محمد انت ما بتستخدمهاش، جايبها معاك ليه؟ دي خليها في طنطا. خليها في البيت وقول لهم انا ايه، هروح برجل اللي بعرف العب بيها. لاعب الكرة يا كابتن هاني، حضرتك كنت لاعب ليبرو، تلعب ليبرو في مواقف، في موقف لازم تستخدم رجلك اليمين طبعا، ولازم تطلع رجلك الشمال. صحيح. احمد فتحي لاعب كبير جدا في مباراه في روسيا، انا كنت هناك في كاس عالم، للاسف الكره جايه كده عملها برجله اليمين، قلشت دخلت الجول. في الوقت ده لازم يطلع برجله الشمال، هو لاعب كبير. شيكابالا يروح ناحيه اليمين وما يرفعش الكره برجله اليمين، لازم يجيبها الاول على الشمال يلف، عشان واحمد يرفع. الشيخ لعيبه طبعا، لعيبه كلها مميزه، لكن في حضرتك بتتكلم في نقطه معينه، ان انت عندك موهبه، لكن في عندك نقص، مش ديفو، عندك نقص او حاجه عايزه تزيد مع التدريب مع الشغل الفني. ممكن الموضوع بدل ما يبقى دلوقتي 20%، لا انت مش هيبقى 100%، اكيد مش هيبقى 100%، مش هيبقى، لا خليه 50 60 يبقى كويس، معقول يعني. فاهتميت بمحمد، قلت له محمد انا تمرينك الصبح معايا هتاخد الكوره وتمشي، وكنت اعمل له جون عكس الجون الاساسي، يعني الجون الاساسي هنا اروح عامل جون هنا، واقول له امشي يا محمد برجلك اليمين هنا وشوت في الجول ده. على قبول ان الكره تيجي في الستة ياردة. ماتش روما عمل 2 كروس باهداف برجله اليمين، جاب جون بليسنج من بره ال 18 برجله اليمين، لان ايه؟ اشتغل على نفسه، تحركها، اشتغل كمان على نفسه. هي دي الثقافه، وانا اشتغلت معاه العقل الباطن. الشيشيني مرنوا، عبوده مرنوا، زمزم مرنوا، شعله مرنوا، مدربين منتخب كلهم مرنوه، كلهم فادوه، كابتن ديا وانا مرنته وحضرتك وكل المدربين مرنوه وفادوه. يمكن انا جيت له على حته، الحته النفسيه، وده مهم في السن ده كمان، في السن ده. قلت له محمد ايه اللي معادك هنا واحنا منيمينك ليه؟ ونايم في تكييف يا محمد، وثلاث وجبات يا محمد. ما ينفعش تتمرن ساعة ونص، لازم تتمرن ساعة الصبح. كل اللي ناقصك أنا هكمله لك، أنت زي أحمد ابني وهو صديق أحمد ابني. وهو حتى في اللقاءات الصحفية هناك، حتى شفنا من خلال تقرير في اللقاءات الصحفية بيعتبر حضرتك، بيقول ما يسكن فادر، يعني هو الاب الروحي ليا. هي دي الناحيه النفسيه،
ان انت توصل للاعب الصغير دي. قلت له يا محمد انت احنا قاعدينك هنا يا محمد عشان انت تطلع الفريق الاول. لما تطلع الفريق الاول هتعمل لك عقد محترف صحيح، هيبقى عندك عربيه وهيبقى عندك بيت وتسعد اهلك. فهو اخذ الكلام هنا ومسكته من الحته دي. حتى في الفيديو معاه لما جاب سيرتي مسك الحته دي. قلت له يا محمد انت بكره تفتكرني يا محمد لما تجيب جوان برجلك اليمين، هتفتكرني يا محمد وانا ابوك هنا وانا شايف فيك الموهبه. وجبت نني، قلت له نني انت متربي في النادي الاهلي 7 سنين مع مدربين احسن مدربين في مصر، بتستقبل وتمرر كويس قوي، بس انا عايزك تمشي بعد نص الملعب 5-6 خطوات وحط وش رجلك في الجول، تروح بره تروح، بس لازم يبقى عندك الميزه دي يا محمد. وكل لاعب كلنا بصراحه سعداء حتى النني الفتره اللي فاتت رجع وعمل ماتش اكتر من رائع ارسنال بدايته، ويعني بعد فترات اهتزاز شويه لا يعني النني في ارتفاع، واعتقد السنه دي هيبقى مختلفه للنني، السنه دي هيبقى مختلفه يعني بالنسبه له ان شاء الله. يعني كان ناقصه يعني الثقه كمان، ثقه في النفس اكتر يعني. بالظبط مروان ونص كنت في برنامج وقلت يا مروان انت استايل محمود الخطيب، ومحمود الخطيب مش هيعمل عقد اللاعب الا لما يكون لاعب كبير. انت لاعب كبير، خد الثقه في نفسك، زمايلك بيحبوك. انا مش عايز لعيب افريقي هو اللي يكسب، لا انا عايز اللاعب المصري. قطاع الناشئين مش مفروض ان انا اعمل فرق كتير، صحيح انا لم المواهب المواهب المواهب، جمع كل مرحلتين سنة 12 في فريق سنة. واحد 14 سنة هم 14 سنة كتير. 5 فرق واجيب لهم مدربين ويشتغلوا عليهم صبح وبعد الظهر عشان اعد عضلات الولد يقدر يستحمل. كابتن انا قعدت في نادي العين 9 سنين، في السنتين الاخرانيين الولاد طلعوا معايا من 13 سنة لغاية 18 سنة، 6 سنين الولد معايا. آخر سنتين دوري وكاس بدون هزيمة، وما كنتش بقول محاضرة، كنت قاعد كده أقول للفرقة كذا كذا يلا انزل واشتغل. حافظين يعني حافظين فكرة كويس ومتعودين عليك. تعالى نتكلم يا كابتن مع ذكرياتك برضه مع المنتخب والكابتن محمود الخطيب. يعني كابتن أحمد يعني أبو رحاب كان بيقول في فترة معينة المنتخب كان فيه 5-6 مهاجمين، حضرتك عاشرت وشفت الكابتن الخطيب عن قرب قوي، كانت يعني العلاقه ازاي في منتخب مصر وعلاقتك بالخطيب عامله ازاي كابتن الخطيب؟ طبعا محمود الخطيب انسان يعني عايز اقول لك حاجه، قدوه. محمود الخطيب عمل حاجه، احنا كنا راجعين من بلد ركبنا طياره، كان معايا مصطفى عبده كابتن الخطيب طبعا كابتن الفريق. المهم يا كابتن الطياره عطلت، مصطفى عبده قال لك النهارده الحد ومفيش بتاع كاوتش والكاوتش بايظ، الطياره دي هتقع. المهم نزلنا اسوان ومعانا اجانب وتعبانين بقى يا كابتن، كنا قاعدين في المطار وبتاع وتعبانين جدا جدا. انا بحكي لك موقف عن شخصيه محمود الخطيب. المهم احنا تعبانين جدا، كان معايا ماهر همام، فقلت له تعالى ماهر نروح ننام في اي حته انا وانت وبتاع، نمنا في المطار كده على الارض يا عم. لا بره المطار مكان العساكر. اوكي. رحنا حاطين نفسنا جنب بعض كده انا وماهر ورجعنا. محمود الخطيب راح ادوله 15 مفتاح للغرف عشان نريح شويه في الغرف. ايوه يا بيبو، يلا يا بيبو خلصنا يا بيبو. معانا الاجانب، الاجانب مش متعودين على البهدله. يوم يعمل ايه محمود الخطيب؟ يروح واخد ال 15 مفتاح يقول لهم للاجانب. الاجانب تطلع تستريح. ايه يا عم يا خطيب؟ يا بيبو يعني سايبنا احنا. شوف يعني دي بتدي مثال الكابتن القدوه. صحيح. عرفنا ان محمود الخطيب عمل حاجه كبيره جدا. اي نعم ما ريحناش احنا، لكن ريح الناس الاجانب. فدي الخطيب مميزاته كبيره قوي. انا كنت العب جنبه
احب اتفرج عليه، انا احب اشوف الكوره بتروح لمحمود الخطيب، اللي عبد الزعيم شافي، لصفوت عبد الحليم، لطاهر الشيخ، لطاهر ابو زيد، لعلاء ميهوب، لعيبه يعني اقول لك ايه ولا ايه. محمود الخطيب لمساته لما لعبت جنبه حسيت ان انا بلع، ارمي المسؤوليه ليه هو، اديله الكوره وعارف ان هو هيعملها صح، هيتصرف. وفي موقف تاني في مباراه ليبيا، الشيخ طه اسماعيل لعبني انا وهو راس حرب، اتنين راس حرب. المهم بتوع اللي ماسكنا الاتنين المساكين، لقيت الشرار في وشهم. محمود الخواجه نجم الزمالك جاب جون جميل جدا، شوطه كسبانين 1-0، بيضربوا فينا بتوع ليبيا، والموضوع متأزم قوي. قبل الماتش بثلاث اربع دقايق قلت له بيبو اول ما يصفر الحكم يا بيبو اجري على الاحتياطي بتوعنا، انت مالكش في المواضيع دي. وفعلا الحكم صفر وبيبو اول راح جري. طبعا مواقف يعني وذكريات جميله جدا جدا. هقول لحضرتك على يعني قضيه وهنتكلم فيها سريعا، ندره المهاجمين في مصر نتكلم عليه، بس نطلع فاصل ونرجع نتناقش في ندره مهاجمين في مصر خلال السنوات اللي فاتت مع الكابتن الكبير حمدي نوح. رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير حمدي نوح. كابتن، التقرير عرض مشكله فعلا، يعني وانت كنت حضرتك بتتكلم على النقطه ديت، ان بدا الانديه تركز بشكل كبير جدا على المهاجمين المحترفين الافارقه بالذات، ونسيوا خالص قطاع الناشئين او نسيوا خالص المهاجم المصري. كابتن احمد ابو رحاب لما دخل قال في وقت من الاوقات كان منتخب مصر حتى لو في فريقين لمنتخب مصر كل فرقه فيها 6-7 مهاجمين، يعني بتتكلم على 13-14 مهاجم في سنه واحده. الكلام ده مش موجود في مصر بقالنا سنين طويله جدا، اسبابه ايه يا كابتن؟ هو يعني يمكن اسبابه ان كل واحد يقول لك ايه، انا اجيب لعيب افريقي قوي سريع يخلصني وبتاع. بالعكس، انت في قطاع الناشئين، يعني في قطاع الناشئين نادي الزمالك والنادي الاهلي وانبي والاسماعيلي يعني حضرتك بتتكلم على الاداره المسؤوله عندها انا اجيب اللعيب الافريقي الجاهز واحط فيه فلوس كتير قوي علشان يبقى قدامي اللعيب جاهز وخلاص، يعني مش عايز يتعب بمعنى بالظبط. ده سبب من حضرتك شراء العبد ولا ايه ولا تربيته. يعني في مثل بيقول كده. لكن طاهر محمد طاهر طالع منين؟ انا شفت طاهر ده كان عنده 8 سنين، كنت عندها اللي هو وحاسس ان عنده استايل كده والولد ده، فقلت لوالده قلت له الولد ده تهتم بيه تاخد بالك بيه، بدا يصفره بره ويعمل له معايشه. دي يعني ايه ثقافه بتشوف انت الولد. وفي قطاع الناشئين رمضان صبحي طالع منين؟ من الناشئين. محمد صلاح طالع منين؟ الناشئين. نني محمد شريف اللي بيلعب في انبي من الناشئين، لعيب كبير واخد بال حضرتك. فلابد اهتمام قطاع الناشئين بان انت تطور اللاعب اللي عندك. يا كابتن الشيخ طه انا كنت بلعب برجلي اليمين وبدماغي، الشيخ طه علمني العب برجلي الشمال، خلى رجلي الشمال اقوى من اليمين. ليه؟ اداني التدريب التخصصي اللي يديني الكره على الشمال اشوطها، يديني على اليمين اشوطها. كان الشيخ طه انا اروح ارفع له 10 كور من ناحيه اليمين، الشيخ طه يجيب 9 يعمل كده كده كده، يعني كله رايح في الجول. المرونه والفلكسبيليتي والحاجات دي والتوافق والحاجات دي يا كابتن مهمه جدا. طب حضرتك دي موهوب، يعني الموهبه ديت موجوده؟ اصل ما تقوليش ان حضرتك برضو وكل النجوم اللي على مر العصور بهذه الموهبه الفذه، ان كان في في مدربين تهتم بيهم، لكن انا بتكلم على نوع الموهبه دي بدات تقل شويه. الادوار المختلفه والكوره عصر الاحتراف مفهوم الكوره بقى دلوقتي الكوره فيها السرعه والقوه اكتر شويه، على ايام حضرتك الموهبه بتظهر بشكل افضل، رتم المباريات اثر يعني بقى سريع اسرع شويه، كل ده اثر شويه على ان ظهور موهبه
زي المواهب اللي بنشوفها الكابتن محمود الخطيب، حضرتك كابتن حسن شحاته. الموهبه يا كابتن اوكي موجوده الموهبه، بس المهم تنفيذ الاوامر اللي انت بتاخدها من الاشارات بتاعه المخ اللي هي التوافق. محمود الخطيب الاشارات جايه من المخ للرجليه سريعه قوي، ربنا مديله دي عشان يبقى محمود الخطيب. انا عندي دي بس يمكن ابطا شويه. فده فكر بيبقى لاعب. التكرار يا كابتن هاني، تكرار. حضرتك دايما بتتكلم على نقطه اول حاجه التكرار وعمليه التخصص يعني، وعمليه يعني خلينا نتكلم برضو عشان نحط نقط وحلول للمشكله دي. حضرتك شايف ان اولا الادارات ورؤساء الانديه عندهم مشكله انه بيجيب السهل، وانا معايا فلوس اجيب لاعب وخلاص. وارد جدا انه ممكن جدا بدل ما تجيب فلوس كتير لا تحطها في قطاع الناشئين عشان تكتشف، بدل ما تجيب واحد يبقى عندك خلال الثلاث سنين أربعة خمسة كويسين. فدي نقطة حضرتك اتكلمت فيها. النقطة الثانية بتتكلم على ان يكون الأداة اللي بتطلع او العين لازم تكون موجودة بالظبط، بجانب ان بعد العين انت شايف موهبة لازم كمان ازاي تطور الولد اللي قدامك عشان يبقى بمستوى معين او لعيب محترف او لعيب مميز. يعني حضرتك انا لما كنت في الامارات فالشيخ محمد بن زايد قال لي يا حمدي انت اطلع فرنسا شوف فرنسا بتعمل ايه. حلو قوي. للناشئين رحت مركز كرير فونتين. المركز ده كرير فونتين دي فونتين ده كان هداف كاس العالم زمان. فعملوا المركز باسمه. المركز تابع للاتحاد الكره الفرنسي. حضرتك حته جنينه كبيره فيها 16 ملعب قانوني. مش حته الجنينه بقى ده يعني ده صرح يعني 16 ملعب قانوني. ده بيتمرن عليه منتخب فرنسا. سبورت كومبلكس كده حاجه محترمه. منتخب البنات. دراسات التدريب. الرخص التدريبيه. الرخص التدريبيه. حضرتك في ملعب معمول لميشيل بلاتيني تحت الارض. لميشيل بلاتيني. حضرتك في جيم وكافيتيريا ومطعم وصاله علاج. كل حاجه موجوده. كل حاجه موجوده وتابعه للاتحاد الفرنسي. يعملوا ايه يا كابتن هاني؟ يشوفوا في باريس كام نادي في باريس؟ 15 انديه 15 نادي. يجيبوا الخبراء الناس اللي عندها ضمير وعندها عين يقعدوا ويلعبوا الولاد خمسة ضد خمسة وينقوا المهارة. ياخدوا المهارة. ياخدوا من كل دول مثلا هيلاقوا 600 لاعب 700 لاعب يطلعوا منهم 20. يجوا للكابتن هاني يا كابتن هاني خد الأولاد دي عندهم 13 سنة حضرتك هتسيبهم بعد 3 سنين. طور في أداء الأولاد دي. الأولاد دي مواهب وعندها مهارة والفيت وورك شغالة 100 100. يختاروا دي فتورك الرجل العامله اللي بتعمل كده. طب نروح مدينها سرعه. العضل العصبي ده مهم جدا. مدينها سرعه. صحيح. الرجلين عامله كده وفيها سرعه. ف يجي المدرب يقول له احنا هتشترك في الدوري بس مش هنسالك على نتائج. حضرتك مين هناك شفته صوره؟ زين الدين زيدان، جريز، تيري هنري. شفت صورهم وهم عندهم هم صغيرين. ده كان الفكر الفرنسي ان هم ازاي ياخدوا كاس العالم بالمراكز التكوين دي. ده المركز ده تبع اتحاد الكره. تبع اتحاد الكره. ده تبع باريس سان جيرمان. ده تبع نادي اوكسير. يعني اقصد كل نادي فيه مركز تكوين زي ما قلنا العرب عندنا فندق عندنا ملعب عندكم عياده وعندكم مستشفى وعندكم عندنا بقى مستشفى. صحيح. يبقى دي مدينه رياضيه تواجد فيها ان الشغل يبقى فيه شغل. دي مزرعه. انا قلت للمهندس ابراهيم محلب قلت له احنا يا فندم عندنا مزرعه. صحيح صحيح. لازم نطلع للفريق الاول احتياجاته ونبيع ونطلع اعاره. وبعدين فكر مثلا المهندس الشريف حبيب عمل ايه؟ عمل عقد كويس قوي لمحمد صلاح والنني بحيث ان النادي يفضل يستفيد. ما هو دوت يا كابتن اللي حضرتك بتتكلم التوافق ما بين الحاله الفنيه والحاله الاداريه. بتتكلم حضرتك جزء فني بتشتغل فيه بشكل منظم، في جزء اداري بيشتغل بشكل منظم. كل ده
بيصب في نجاح لاعب ومثال زي صلاح. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعني اكيد حضرتك هتنورنا تاني في البيت الكبير، لان في ملفات كتير عايزين ما لحقناش للاسف، وقتنا كان ضيق جدا، لكن اكيد باذن الله هيكون في ملفات. احنا عايزين نتكلم على كمان الفكر اللي حضرتك بتكلم قطاعات الناشئين ازاي نشتغل فيها، وحضرتك كنت ليك خبره في ديت. هنتكلم على محمد صلاح ازاي مر بتجربه النني ما اتكلمناش عليه كتير. نتكلم كمان على نادي المقاولين، احنا شايفين اداء نادي المقاولين بشكل جيد جدا وطموحه السنه اللي جايه ايه. فان شاء الله تنورنا واحنا سعدنا بيك جدا جدا. انا على المستوى الشخصي بجد يعني كابتن بجد والله انا بحترم حضرتك جدا، ومن يعني الناس الشخصيات اللي انا بحبها كابتن حبيبي. انا لا انسى طبعا المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل بيتابعوا دلوقتي ملف محمد صلاح لغايه يعني الباشمهندس شريف عمل العقد والمتابعه من المهندس محمد عادل والمهندس محسن صلاح مع الاعباء الكبيره اللي هي على شركه المقاولين العرب دي. رجال المقاولين العرب قادرين يعملوا تيم من اول الموسم ماشي في المراكز الاولى. صحيح كابتن عماد النحاس طبعا بيشتغل اكتر من الكلام. صحيح ما بيتكلمش عماد يعني بصراحه. لا طبعا من حقيقي جهاز طبعا جهاز مع علاء عبد الغني ورامي واحمد زهران جهاز متكامل بيشتغلوا بدون كلام. صحيح وهو العمل اشتغل كان كلام عثمان احمد عثمان الله يرحمه المعلم يقول لي يا حمدي يا ابني الناس هتفتكر العمل اللي الانسان بيعمله، ما الفلوس دي ما لهاش اي قيمه، العمل الانسان يعمل. صحيح. اتعلمنا من المهندس ابراهيم محلب والمهندس عثمان احمد عثمان، والحمد لله يا كابتن عندنا في نادي المقاولين العرب ماشيين. المهندس محسن صلاح متحمل اعباء كبيره، هي منظومه كلها محترمه جدا جدا، الشركه هي اللي بتدعم النادي. صحيح فقادر يعمل توازن ان في اعباء كتير وفي مشاكل بالنسبه له، لكن دلوقتي الواحد بيتباهى ان الفريق اللي موجود مع عماد النحاس والجهاز ده بيلعب بالروح بتاعتنا بتاعت زمان، وان شاء الله يوصلوا افريقيا ان شاء الله. انا هروح معاهم اكيد اكيد اكيد. لا زي ما حضرتك بتقول دايما الشغل هو اللي بيتكلم. حضرتك نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله تكون يعني تنورنا وتشرفنا تاني مرات كتيره جدا في البيت الكبير. كابتن حمدي نوح شكرا جزيلا لحضرتك. انا بشكرك كابتن هاني وبشكر قناه النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي ربنا كابتن محمود الخطيب، وبشكركم على التقرير اللي خلاني رجعت 40 سنه لورا. خليهم 30. نورتنا يا كابتن. الله يخليك كابتن. دي كانت طبعا الفقره الثانيه مع نجمنا الكبير كابتن حمدي نوح. فاصل، وبعد الفاصل طبعا مع نجمنا ونجم النادي الاهلي السابق الكابتن خالد جدل. لاعب من النجوم الكبار الحقيقه النهارده معانا نجم، والحقيقه هو صاحب قدم صاروخيه ودقيقه جدا، لقب اكثر الحقيقه من لقب، المدفعجي، الفناجير الصغير، ليه كذا لقب. كابتن خالد جدل انا برحب بحضرتك ومنور شاشه الاهلي وبرنامج البيت الكبير. اهلا بيك يا سهام، وسعيد ان انا موجود معاكي ومع هاني، ومبروك على البرنامج وعلى التطوير في القناه الجميله دي. الله يبارك فيك كابتن. الله يخليك منورنا يا كابتن طبعا في بيتك، انت مش غريب علينا طبعا بيتك. وكان بالصدفه كمان كان معانا نجم من نجوم السبعينيات الكابتن حمدي نوح، وحضرتك اسطوره من اساطير وسط الملعب. خلينا نتكلم بقى بلغه البوزيشن شويه، وزي ما قالت سهام ما شاء الله يعني كذا لقب كبير جدا جدا. منورنا طبعا يا كابتن، وانا سعيد على المستوى الشخصي ان اكون مع حضرتك. ونتكلم بقى على ملفات شويه، نبدا بالنادي الاهلي. حضرتك اكيد طبعا متابع النادي الاهلي في الدوري، وشايف مباراه بكره النادي الاتحاد طبعا اللقب ال 42 ده، يعني اللقب نفسه او البطوله 42، عدد البطولات الحمد لله في تزايد دايما ان شاء الله. الحمد لله. فاسال حضرتك جزئين، الجزء الاولاني ايه بطوله الدوري اللي حضرتك لغايه دلوقتي فاكرها وليها كده ذكرى في دماغ الكابتن خالد، ونتكلم على مباراه بكره حضرتك شايفها ازاي؟ لا هو بالنسبه للبطولات في بطولات كتير، ما انا عشان كده بقول لك يعني كتيرة مش دوري بس. في بطولات كاس، ده بالعكس ده في بطولتين للكاس انا ما يتنسوش يعني. احنا في
سنه كسبنا 3-1، كنا خسرانين 1-0، كنا بنلعب النادي المصري. ده بتاع الجون كابتن علاء مايوف في اخر وانا علاء جاب جونين وانا جبت جون، كسبنا 3-1 بس كان الماتش خلص، يعني الماتش احنا خسرانين والكاس راح. وانا فاكر كان مستر بوشكاش كان هو المدرب بتاع المصري، وبعد الماتش واقف يعني بوشكاش ده من اعظم اللعيبه اللي في العالم، اسطوره يعني، واقف بيعيط قدام اوضه اللبس بعد الماتش. فكلمت معاه فقال لي انا عمري في حياتي ما شفت ماتش زي ده، يعني استحاله يكون ماتش بالطريقه دي، انا ما شفتوش طول حياتي. الحاج سيد متولي الله يرحمه كان رئيس النادي المصري، كان بيعدل الكرافطه في المقصوره وبتاع عشان يستلموا الكاس، واديت سرور حلو قوي لعلاء، علاء جاب جون اتعادلنا، وبعدين لعبنا اكسترا تايم، علاء برضو اديته السرور تاني جاب جون وانا جبت الجون الثالث، كسبنا 3-1. السنه اللي بعديها برضو في الكاس قدام النادي المصري برضو كسبنا 1-0 وانا اللي جبت الجون برضو. كان 83 يا كابتن؟ 83 كان في ملعب المقاولين العرب. فده برضو من البطولات اللي مش هتتنسي. بطولات الدوري يمكن احنا عشان البطولات كانت كتير فالدنيا كانت بالنسبة لنا الحمد لله كانت بتبقى محسومة، في ظل برضو كانت في منافسات رهيبة جدا من كل من كل الأندية، يعني الأندية كانت قوية جدا بتضم لعيبة على مستوى عالي جدا. نادي المقاولين العرب حمدي مثلا كان موجود، نادي الإسماعيلي، المنصورة، الاتحاد السكندري، الأولمبي، المصري، البورسعيدي، لا فرق كانت جامده جدا واسامي تقيله جدا ومشوار حضرتك برضو تقيل، والسي في ما شاء الله يعني مليان يعني سيره ذاتيه رائعه. هنعرف جزء منها من خلال التقرير اللي احنا محضرينه لحضرتك، وبعدين نرجع بقى من الاول خالص. كابتن خالد جدالله ما كانش على باله الاهلي من الاساس، ولا كان يعرف طريق الاهلي فين، فخلينا نشوف الحكايه بدات ازاي ونرجع نكمل مع حضراتكم البيت الكبير. خالد جدالله من مواليد عام 1958 بالقاهرة، هو أحد نجوم ورموز الجيل الذهبي بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني. بدأ مشواره مع القلعة الحمراء عام 1975 عندما ضمه الجنرال الراحل محمود الجهري من نادي هليوبوليس ليبدأ تاريخا جديدا مع المارد الأحمر، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع النادي الأهلي عام 1977 وهو في 19 من عمره، وكانت أمام المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. لعب خالد جدالله الذي لقبه الناقد الرياضي الكبير الراحل نجيب المستكاوي بالفناجيل الصغير في حقبة الثمانينيات، واستمر لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 12 عاما، وبالتحديد من عام 1977 وحتى عام 1989. ومن منا لا يتذكر قذيفة خالد جدالله الشهيرة في شباك المصري في الدقيقة 18 من أحداث اللقاء بعد كرة عرضية تلقاها من ربيع ياسين، حاول لاعب المصري أن يقطعها ولكن جدالله استطاع أن يسددها في مرمى المصري، معلنا في نهاية المباراة فوز الأهلي بهدف دون رد، لتتوج القلعة الحمراء بلقب بطولة كأس مصر رقم 24 في تاريخها عام 1983. وأيضا هدفه الأخير مع النادي الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز عام 1987 من ضربة جزاء في مباراة غزل المحلة، عندما نجح جدالله في إدراك هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. ويكفي أنه كان صاحب هدفي الأهلي في مرمى إكسبريس الأوغندي عندما بدأ المارد الأحمر بقيادة الراحل محمود الجهري مشواره مع بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1986 بالفوز على بطل أوغندا بهدفين نظيفين في ذهاب دور الاثنين والثلاثين. بنالتي وخارج الله يجيب الجول الثاني على يمين كيبوديا.
لعب خالد جد الله إلى جانب أشهر نجوم كرة القدم المصرية أمثال الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد، ونجح في حصد أكثر من 20 بطولة مع النادي الأهلي ما بين دوري ممتاز وكأس مصر وبطولات إفريقية، كما أحرز خلال مشواره الكروي 87 هدفا، ومثل منتخب الوطني الأول لكرة القدم والشباب. واعتزل اللاعب رسميا عام 1989 مفضلا إنهاء مشواره بين جدران القلعة الحمراء صاحبة الفضل في شهرته، رافضا الانتقال لأي ناد آخر رغم العروض العديدة التي تلقاها وقتها من أندية أخرى كانت تريد الحصول على خدماته. مشوار طويل يا كابتن وتاريخ، وشايف حضرتك بتبتسم في بعض اللقطات وبعض الاجوان بتضحك، وحاسس انك تاني بترجع للذكرى للملعب، حاسس ان حضرتك وانت بتتفرج بيجي لك نفس الشعور او احساسك بالملعب واحساسك بالهدف بيرجعك تاني، ودايما حضرتك عارف بنقول افضل فترات حياتنا بتبقى هي اللي جوه المستطيل. طبعا اللي طبعا لا انا بقى كل جون ليه ذكريات رهيبة معايا بفتكرها. طبعا أنا هقول لك جون المصري ده اللي كسبنا فيه الكاس 1-0 اللي كان في ملعب مقاولين العرب. قبل الماتش بأسبوع بروح النادي أتمرن، وأنا ساكن في مصر الجديدة، فكنت برجع أروح ملعب المقاولين، يعني أخلص تمرين في النادي بعد ما تخلص تمرين في الجزيرة أروح الملعب المقاولين، وأنا مروح في سكتي واركن وأنزل أتمشى في الملعب. ويعني فانا الماتش ده انا مش هقول لك الجون اللي انا جبته، انا شايفه من قبل ما اجيبه، يعني شايفه ازاي يا كابتن من قبل ما هو بقى دي حاجه يعني بتبقى بتفكر فيه ولا بتتخيله لا ولا انا كان يعني يمكن قبليها قبل الماتش دون كان الكابتن مصطفى يونس اتكلم معايا على طول يقول لي خالد ربنا يكرمك تجيب جون دي بتبقى في التاريخ، ولو كسبنا بالجون دون بيتكتب على الكاس الاسم، يعني كان ذكرى كويسه بيحفزني. فزي ما بقول لك وانا مروح اعدي على ملعب المقاولين. ايوه بس يا كابتن الفكره ليه بقى يعني تتمشى في ملعب بتاخد احساس يعني بتحضر للماتش قبل تاخد احساس المكان احساس المكان اللي انا بلعب فيه والمساحات اللي انا حجري فيها وبدع شويه ربنا سبحانه وتعالى وبقرا قران شويه يعني شويه طقوس كده. فقبل الماتش بيوم انا كنت متاكد ان هتسجل هجيب جول وهنكسب بيه، ويمكن في الماتش دون بعد واحنا كسبانين 1-0 بعد ما جبت الجون دون كابتن محمود الخطيب يمكن ثلاث اربع فرص وكورتين منهم جون في القايم، يعني الكوره برده مش عايز تخش هي مكتوبه لك الماتش يطلع 1-0 باسمك. فدي من الذكريات الجميله جدا. كل الاهداف اللي انا شفتها دي طبعا ذكريات حلوه جدا. كابتن خالد حضرتك من الناس الموهوبه في موضوع التسديد، شويت يعني ما كانتش تعدي من ثلاث خشبات يعني زي ما بيقولوا، دي موهبه كانت عند حضرتك ولا دي حد وجهك ليها ولا كنت بتتميز بيها من الصغر؟ يعني لا هي موهبه زي ما انت بتقولي كنت بتميز بيها من الصغر. وعلى فكره رجلي مش جامده قوي بس انا رجلي مظبوطه قوي دقيقه يعني جدا زي ما قلنا في الاول يمكن يعني عارفه لما تيجي تنشني بالبندقيه يعني بتنشني بايد، انا رجلي كده لما عيني بتجيب حته معينه اشوط الكره تروح فيها دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. القوه ما كانتش قويه جدا يعني قوه متوسطة وساعات القوه مش زياده مش مناسبه هو الدقه هي الاهم طبعا الدقه فهي دي اللي كانت. وانا من وانا صغير يعني من قبل ما اروح النادي حتى وانا في نادي هليوبلس وانا بلعب لان انا انتقلت من هليوبلس للاهلي ما هو انتقال بقى دوت عن جيل حضرتك لانك ابن مصر الجديده ونادي هليوبلس كنت بتلعب في هليوبلس وما كنتش بتفكر خالص يعني النادي الاهلي عارف بعيد شويه عن مصر الجديده فالتفكير جه ازاي؟ عمرك ما فكرت تبقى لعيب في النادي الاهلي؟ كابتن جوهري بقى الله يرحمه هو طبعا السبب الرئيسي. يعني انا من خلال لقاءات في بطولات الناشئين قدام هليوبلس لما بيلعب الاهلي او بيلعب الزمالك لا كنت يعني كنت مميز جدا. كان الاهلي والزمالك يعملوا حسابي يعني رايحين يلعبوا هليوبلس في ولد اللي في نص الملعب ده معروف يعني وبجيب اجوان برضو يعني مثلا نخسر من الاهلي 3-2 انا اللي اجيب الجونين، نخسر من الزمالك او نكسب الزمالك انا اللي اجيب الاجوان. فكابتن محمود الجوهري بقى الله يرحمه طبعا
مدرب اللي مش هيجي زيه تاني في مصر يعني صحيح. الله يرحمه صحيح. هو كان السبب الرئيسي لان انا ما كانش في دماغي، انا ما كنتش اعرف يعني ايه كوره والاهلي وفريق اول وواحد يكمل. انا فاكر ان يعني فريق منافس زي هليوبلس، انا هروح العب واروح وقصه يعني مجرد كده حاجه يعني مش لغايه يعني. لما انتقلت للنادي بقى وابتديت امشي يعني. انا السنه اللي انا مشيت فيها من هليوبلس ورحت النادي كنت بتمرن، انا كنت تحت 18 سنه كابتن جوهري. انا بحب اعرف التفاصيل شويه يعني انت ما كانش في دماغك كابتن جوهري ازاي كلم حضرتك ولا كلم الوالد وبعدين الوالد كلم حضرتك يعني التفاصيل جالنا البيت يوم انا قاعد انا والدي الله يرحمه في البيت ولقينا الجرس بيضرب فتحت فلقيت كابتن جوهري. هو طبعا انا برضو مش عارف هو جاي ليه. انا كنت عارف كابتن عوضين في الوقت ده لان هو كان مدرب الفرقه اللي في سني في الاهلي أوكي. فلما كانوا بييجوا يلعبونا او احنا كنت بتشوف كابتن عوضين فهو قال لي طبعا كابتن جوهري حاجه شخصيه جميله جدا ومحترم جدا الله يرحمه يعني حاجه. فطبعا والدي انبسط جدا لما قعد، والدي ما كانش ليه في كوره قوي انما لما قعد مع كابتن جوهري وشاف اسلوبه وشاف اخلاقه واسلوبه في كلامه. فوالدي حتى والدي قال له خالد ما يعرفش يروح النادي يعني هيروح ازاي، قال له انا هعدي عليه اخده وارجعه. وكان بيعمل كده كده ثلاث شهور كابتن جوهري كان بيعدي كابتن جوهري عنده الله يرحمه كان عنده عربيه فولكس كده لذيذه قوي، كان بيعدي عليا اروح اتمرن، وكنت بتمرن مع فرقه ال21 سنه انا سني 18 بس لما رحت كنت بتمرن مع فرقه ال21 اللي كان ماسكها كابتن جوهري، كانوا مسمينا ساعتها فرقه الامل. فرقه الامل بالظبط. فكان يوديني ويرجعني ثلاث شهور لغايه انا بقى ما حفظت خلاص عرفت الطريقه. كذا فرقه مش بس فرقه الامل، ده ما اثرش على مستوى حضرتك الفني او البدني؟ لا بالعكس، لعبت مع كذا فرقه مع كابتن جوهري رحمه الله عليه. انا لعبت مع 18 سنه مع فرقتي وكنت بلعب مع ال 21 سنه فرقه الامل وفي نفس السنه لعبت منتخب مصر للشباب، كان اول منتخب مصر للشباب كان ماسكه مستر بابي الالماني وكابتن فتحي نصير. بس السنه اللي بعديها او في نهايه بقى في السنه اللي بعديها في نهايتها لعبت درجه اولى. انضميت انضميت. كان حضرتك كام سنه تقريبا يا كابتن لما تقريبا 19 سنه 18 ونص 19 يعني بعد منتخب الشباب السنه بالزبط. اللي بعديها بالزبط. الفريق الاول بالظبط دخولك بقى الفريق الاول قصه. انا طبعا واحنا في الاشبال كانت فرقتنا 18 سنه قويه جدا وكنا بنلعب هاني في استاد تيتش كان 20,000 يوم الاحد ماتش 18 سنه ده 20,000 الملعب مليان على الاخر. فاحنا طالعين وبالذات انا ليالي جمهور يعني ليالي جمهور بيتفرج عليا وعارفني لما طلعت الدرجه الاولى انت عارف برضو في التمارين بتاعتنا ايام الدرجه الاولى في الوقت ده كل تمرين فيه 10,000 15,000 كنت بقف على السور كده اتفرج عليكم يعني الناس بتروح والله كنت اتفرج على التمرين التمرين يعني الخروجه والفسحه فوانا صغير وانا اول ما طلعت الدرجه الاولى كان لما اجي انزل انت عارف برضه زمان كان كل واحد بيجي ينزل الجمهور بيشجعه ايوه طبيعي طبعا. فانا صغير ولسه طالع لا الجمهور بيتفاعل اسمي طبعا مش هقول لك ودي عملت لي مشكله مع مستر ريديكوتي مشكله المفروض دي بقى تعمل لكش مشكله خلاص انت الناس عارفاك هو اتجنن بقى كان بيتجنن من الحته دي ازاي انا لعيب صغير والجمهور فناجيلي كان بيظهر في ايه ضيقه يعني ما كانش كان بيلعب لا والله كان بيعادي لا ممكن يكون لا انا جيت في وقت كان لازم العب يعني لو الامور ماشيه طبيعي وكوره وانا سني صغير لازم العب يعني ما كانش فيه ولكن برضو الظروف والحته اللي بتبقى انت طالع على انهي جيل على انهي طبعا. فرقه انت يعني اللي باخده كويس يطلع على فرقه لسه طالعه لسه صحيح. بتتكون او لسه فرقه خلاص بدات تنهي مشوارها طالع على فرقه كلهم سن واحد وجيل واحد وكل واحد فيهم بفرقه وبطولات رهيبه وانت صغير وهتلعب هتبطل واحد من المجموعه فبرضه المجموعه مش عايزه تفرط فيه يعني بتحارب عشان ان هو يقدر يكمل. فانا اتعطلت شويه وهيديكوتي في حته القصه دي والجمهور والتشجيع عطلني شويه. اتعطلت قد ايه كابتن بقى في الفتره دي يعني؟ لا مش قوي يعني اتعطلت ما بلعبش باستمرار يعني في البدايات ما كنتش بلعب باستمرار لكن بتاخد مباريات على يعني في اشكال معينه مهمه وكنت بتعمل فيها شكل كويس وبتعمل فيها نتائج كويسه احنا بقى يعني في مباراه كنا بنلعب الاولمبي في اسكندريه انا فاكر
فرقه الاولمبي كانت قويه جدا يعني كاس كبير وفرقه رهيبه. كسبنا 3-0 عملت ماتش من احلى ماتشاتي. وده كنت يعني حضرتك نزلت اثناء الماتش ما كنتش بادئ الماتش؟ لا لا كنت بادئ. ده بقى من الماتشات اللي انت بداتها؟ بداتها. لا عملت ماتش حلو جدا وكسبنا 3-0. حتى انا فاكر الجمهوريه العنوان كتبوا يعني العنوان الرئيسي المنشط خالد بدال الله يفوز على الاولمبي 3-0 يعني من كتر ما كنت مميز عنصر مميز يعني الحمد لله بشكل مناسب يعني. كنت شاهد على بطولات افريقيا كمان واحنا داخلين على الدور قبل النهائي مع الوداد مباراه صعبه اكيد برضو حضرتك ليك ذكريات مع البطولات الافريقيه واكيد حضرتك عندك الخبرات اول بطوله افريقيه مع النادي الاهلي مع النادي الاهلي فدي مقارنه سريعه ما بين الماتشات الافريقيه على في الثمانينات ودلوقتي حضرتك شايف انهي الاصعب الوقت اللي حضرتك كنت بتلعب فيه المباريات ديت ولا دلوقتي الموضوع بقى اصعب شويه؟ لا ايامنا احنا كان اصعب لان ما كانش في احتراف فانت بتلعب مثلا كانون ياوندي 8 منهم منتخب الكاميرون يعني مش زي دلوقتي اللعيبه المميزه في افريقيا دلوقتي بتسافر بره ما بتلعبش في الانديه يعني انما على ايامنا عشان ما كانش في احتراف فالفرقه كانت قويه جدا يعني افتكر كانون ياوندي زي ما بقول لك في 6-7 اساسيين في منتخب الكاميرون فانت بتلعب منتخب الكاميرون مثلا فرقه زي كانت الرينجرز بطل نيجيريا كلهم منتخب نيجيريا فكانت ماتشات صعبه جدا غير الاجواء والملاعب مختلفه طبعا الاجواء والملاعب واستقبال الجماهير وهم طبعا كانوا بيعملوا حاجات اغرب من اللي بتحصل دلوقتي الجماهير الافريقيه يعني كانوا بيعملوا السحر والحاجات دي يعني والدوشه بس يعني احنا ما كانش بيفرق معانا الكلام ده احنا كنا بنضحك يعني يعني نشوف الكلام يعني ده يعني حضرتك احكي لنا كده كواليس او حاجه كده كوميديه بالنسبه لكم البطوله الافريقيه الاولانيه 82 اللي كسبناها احنا قعدنا عشان نخش اوضه اللبس لا قعدنا في الاوتوبيس تقريبا ساعه ليه لان قالوا لنا رشين حاجات جوه ومش عارف ايه وكان معانا رشين ايه ما تفهميش بقى احنا قاعدين في الاوتوبيس قالوا لنا لا استنوا شويه عشان نخش ونشوف الاوضه عشان رشين فيها حاجه او عاملين فيها حاجه تنزلوا ساعتها من الباص انه احنا كنا احنا بص يعني الحاجات دي اتعودت لا اصل اتعودنا عليها خلي بالك في افريقيا يعني عارف الحاجات دي انا افريقيا يقول لك طب استنى شويه وبعدين طب حتى واحنا ماشيين يقول لك طب ما تخشش الاوضه حد الاول خش الاوضه في حاجه منطوره وبتاع لو في دواليب يفتح الدواليب اول في حاجه في الدولاب وبتاع الفكر نفسه ان هم يعني انا طبيعي ما بقتنعش قوي مع موضوع ان ممكن في الكوره يبقى في السحر ده لكن في ناس يعني في ناس عندها بتؤمن بيه بزياده بتبقى حته نفسيه هم حرب نفسيه يعني ما بقاش في حاجه بس هم بيعملوا كل الكلام ده على اساس ايه حرب نفسيه بالنسبه لك انت تخافي انت تركيزك ما يبقاش في الماتش تركزي في حاجات تانية بس طبعا احنا كنا يعني ما بيفرقش معانا الحاجات دي طب ما كانش اللعيبه بتنزل تصوت انا في ماتش من الماتشات افريقيا دايما اللعيبه الافارقه قبل الماتش وهم نازلين واحنا نازلين يو يا والغنى اغاني والرقص الاغاني والرقص انا بص فرقه الرينجرز دي بطل نيجيريا ده كنا في ليجوس الملعب تحت الارض احنا بنمشي وبعدين نطلع سلالم نلاقي الملعب وكان الملعب فيه 80,000 والله يا هاني احنا واحنا ماشيين احنا فرقتنا كده والرينجرز انا ابص عليهم ايه الاجسام دي واقول لنفسي طب احنا هنلعب مع دول ازاي يعني ابص الاقي رقبته اكبر من فخدي الرقبه طب انا ده هنلعب معاه ازاي تكوين غير ومش هقول لك بقى بيترقصوا ترقيص وبتعمل اللي عادي انت بتلعب الملعب حاجه ثانيه المهم ما يجيش يعني ما تخلوش يجي ساعات كابتن جوهري يقول لك العب من بعيد ما تخلوش يقرب بالظبط كده يعني تخلوش لانه لو قرب خلاص هيشيلك انت بقى والكوره الله يرحمه في الماتش ده واحنا بنسخن كانوا منزلين ملبسين واحد رجلين عارف الرجلين الخشب واحد طويل قوي وهو فوق كويس وجاي عندنا واحنا بنسخن في نص ملعبنا قلقته بقى فاحنا بنجري كابتن جوهري الله يرحمك كابتن جوهري فكابتن جوهري متنرفز قوي من الراجل الطويل ده فنجري وعيني عليه لان انا عارف هو هيعمل ايه وبعدين جرينا كده واحنا راجعين الاقي لك كابتن جوهري رايح للراجل ابو رجلين طويله ده واقف له من تحت اكيد كان متشائم منه وعمال يخبط والتاني طبعا مش عايز بحاجه مش التاني في الدور الرابع
كابتن قلقان منه. رحت عليه وكان كابتن جوهري بيقلق من الحاجات دي. قلت له يا كابتن جوهري ابعد، ده يعني ممكن يعمل كده برجله لفوق يعني. انت طب انت رايح بتعمل له ايه؟ قال له ايه بقى لما خبط بكلمه وحصل بيزعق له عايز يخبطه، بيقول له ابعد عن الفرقه، ابعد روح الناحيه الثانيه. طب الراجل فوق يعني حاجه بقى. كان كابتن مصطفى عبده كان دايما يتكلم عن حته الثنائيات ودايما يذكر اسم حضرتك في النقطه مصطفى. دي مصطفى طبعا. حضرتك بقى مين يعني كنت تحب تزامل مين؟ مين الثنائيه اللي حضرتك كنت تحب او ترتاح لها في الملعب كده؟ لا انا انا بالنسبه لي كله. ليه؟ لان انا يعني اكتر حد اكتر اللي هو اللي بيعمل الاسيست. انا اللي انا اللي انا اللي انا اللي بلاعب الناس يعني، او انا اللي أكيد. انا صانع اللعب. فانا ما بتفرقش معايا يعني اي حد ببقى يعني بتفاهم معاه بسرعه يعني. انما مصطفى طبعا وضع خاص، لان مصطفى انا عارف يعني انا يعني مهم قوي بالنسبه لاي صانع لعب ان هو يبقى عارف امكانيات اللعيبه اللي حواليه، فيقدر يخلي شكلهم يعني يبرز نقط قوتهم بشكل كويس. فمصطفى سريع وانا عارف هو بيحب الكوره فين وفي انهي حته صحيح. فطبعا كان في كنتوا بتفهموا بعض قوي. طبعا هي مهم زي ما حضرتك بتقول، انك ممكن جدا يبقى كابتن الخطيب ليه صفات معينه وكابتن مصطفى ليه صفات معينه. كابتن مصطفى عايز مساحه وسرعات بالظبط، فلو لعيب مش فاهم دوت هيدي كابتن مصطفى الكره في رجليه. لا هو مش محتاج الكره في رجليه. كابتن الخطيب ما يحتاجش مساحات كبيره بالظبط، فلازم تدي له الكره في رجليه. فده اللي بيعمل الفنت يعني بيبقى بيجري لقدام وبعدين تلاقيه بيسقط صحيح. فتبقى بعارف ان انا هو بيجري لقدام مش هلعب له، بس لان انا عارف انه هيقف وهيسقط ومحطها له في رجله. طبعا النجوم دي حضرتك اول ما دخلت نرجع بقى للفريق الاول لما حضرتك اتصعدت له قابلت بقى كل النجوم الكبار دول طبعا. الاستقبال بقى اكيد كان مختلف واكيد بالنسبه لحضرتك ذكريات. الاستقبال كان هايل. انت عارفه احنا عندنا في النادي في حاجات ما بتتغيرش على مر العصور والاجيال يعني باختلاف العصور وباختلاف الاجيال واختلاف الاشخاص في حاجات ما بتتغيرش. ايه هي؟ ان لما يكون حد صغير لسه لعيب طالع لازم الناس كلها بتحتضنه وتديله ثقه وتكلمه وتفهمه بحيث ان ايه الرهبه اللي عنده تروح بسرعه. فطبعا ده الكلام ده كان موجود يعني. كان موجود الرهبه كانت موجوده طبعا، لكن يعني دخولك النادي الاهلي وحضرتك اتكلمت على اسماء كبيره جدا، واكيد في الاول مشوار كان في شويه صعوبات بتقابلك، لكن عملت الحمد لله مشوار طويل جدا ووصلت. عايزين نعرف على المستوى الدولي يعني مستوى المنتخب برضو، يعني حضرتك شاركت في كم مباراه، وعايزين نعرف كمان كابتن خالد اعتقد ومن ده رايي الشخصي مش يعني انا متهيألي ان كان ممكن يكمل في الملاعب مده اطول شويه، الاصابه للاسف كان ليها عامل كبير جدا في اعتزال حضرتك يعني. بالظبط يعني الاصابه انا جالي قطع في العضله الاماميه، فدي طبعا اثرت عليا جامد. النادي رحت سافرت انجلترا في نادي توتنهام، النادي بعتني هناك قعدت حوالي شهر او شهر ونص عشان اتعالج. هي دي نفس اصابه كابتن طاهر ابو زيد تقريبا؟ تقريبا للاسف هنا الدكاتره قبل ما اسافر قالوا لي ما تعملش عمليه، يعني لو قالوا لك هناك تعمل عمليه ويلحموا لك العضله بتتروع ما تعملهاش. انا لما رحت توتنهام وكان الدكتور بتاع النادي وكنت بروح كل يوم النادي يعني من الصبح لبالليل بروح، انت عارف طبعا النظام هناك طبعا. يعني بيعدي عليا الدكتور بروح ده موجود فاول ما رحنا قال لي انا عايز اوري لك حاجه. كان حارس المرمى بتاع نادي توتنهام كان كليمنتس اللي هو كان جون انجلترا منتخب انجلترا، فخدني عرفني بيه وانا الحمد لله بتكلم انجليزي كويس، فقال لي انا كان عندي نفس الاصابه بتاعتك وعملت العمليه وخلاص اكنها ما جاتش. انا بقى يعني كلام اصريت ما تعملهاش سمعت كلام الدكاتره اللي قال لي اول الاتجاه الثاني ان احنا نبتدي في التقويات والعلاج الطبيعي والكلام ده، وطول ما هي العضله هتبقى قويه مش هتحتاج عمليه. ويا ريتني كنت عملت العمليه. يعني انت في الوقت ده دلوقتي بتقول يا ريتني كنت عملت العمليه. كانت هتفرق في مشوارك يا كابتن. هتفرق كتير لانها كان ممكن العب اربع خمس سنين كمان. يعني ليه؟ لان يعني الحمد لله الواحد انا كنت بلعب بمخي. فاللي بيلعب بمخ لا صحيح. اللي بيلعب بمخه ده عنده بالظبط في الملعب يعني. وانت عارف اسهل حاجه في الكوره الفتنس، يعني ان انت تتمرن عشان تاخد شويه فتنس ده اسهل حاجه. صحيح. انما الصعوبه في ايه؟ في الفكر والدماغ والتفكير والتصرف والكلام. فدي قلت يا ريتني، لان انا لما رجعت اول ماتش انا رجعت كان كابتن
كابتن سايس الله يمسيه بالخير كان هو اللي ماسك الفرقه، ورجعت وكان بعد اسبوع عندها ماتش ترسان. قال لي خالد اخبارك ايه؟ قلت له الحمد لله بقيت كويس، وفعلا كنت كويس جدا يعني، عملت كل حاجه هناك او سبرنت وشوت وكل شوت وكل حاجه. بس فقال لي تلعب، قلت له العبها. فلعبت فعلا ماتش الترسانه في الشوط الثاني، انا عشان بلعب كور طويله وبغير الملعب، فقامت برضو حسيت بيها طلعت. فانا قلت لو كملت انا مش لا مش هينفع، انا ما بلعبش على راحتي. فاخدت قرار ان انا ابطل. ليه بعد الاعتزال حضرتك فضلت التدريب مش العمل الاداري؟ ليه اتجهت للعمل في التدريب؟ التدريب موهبه يعني طبعًا. التدريب دي اي حد ممكن يشتغل، خدي بالك يعني اي حد ممكن يبقى مدرب، ولكن التدريب موهبه بتثقل بالدراسه يعني، انما لازم الموهبه تكون عندك. موهبه التدريب، موهبه الكلام، لان الكلام في الكوره ما حدش هيذاكر عشان يتكلم، صحيح، وما حدش هيقرا ورقه عشان يتكلم. انت بتكلمي لعيبه، ولعيبه الكوره دلوقتي بقوا من الفكر غير على ايامنا. احنا كان اي مدرب بيجي لنا ما نقعدش نحكم عليه قوي يعني، نتمرن وبنعمل اللي هو بيقول. لا، لعيب الكوره دلوقتي من اول كلمه، من اول كلمه بيقيس الشخصيه اللي قدام، من وقفتك من رد فعلك. هو المدرب ايه يعني؟ انا بقعد اتفرج كده، في مدربين تعجبني جدا من غير ما، ليه؟ لان رد فعله مظبوط مع الحدث يعني. تلاقي مثلا في حدث بيحصل في الملعب، كاميرا تيجي على المدرب تلاقي رد الفعل بتاعه مظبوط. في مدربين ما يعني الدنيا بتبقى واضحه قوي. فبالنسبه للتدريب هو موهبه بتثقل بالدراسه، وانا الحمد لله الحته دي كانت عندي من وانا بلعب يعني، حته الموهبه في التدريب. طب انا بس عرفتها ازاي؟ حضرتك كنت لاعب ما عمركش دربت قبلها. احساسه بالملعب، احساسه بالملعب، احساسي ومع زمايلي وكلامي، ويعني هو بيحس انه عنده الحته دي. عندي الحته دي يعني، انت فاهمه انت ازاي؟ لان اوريدي وانا بلعب هي عندي يعني، لان انا عيني شايفه كل الناس. انت فاهمه دايما يوجه، لا تبقى يمين شويه اتحرك كده، روح كده، ما تسقطش، انت خليك قدام، اتحرك من ورا. موهبه طبعا. بس ممكن اي حد يشتغل زي شغلتكم. المذيع موهبه، صحيح، وقدرات، انما ممكن اي حد يشتغل برضه يعني. مدرب ممكن اي حد يشتغل، بس مش اي مدرب ينجح، لان ليه عوامل. بس الخبرات بتفرق برضه كابتن. ليها عوامل برضه. وممكن مدرب يكون عنده كل الكلام ده وما يشتغلش من اساسه، صحيح، مش ينجح او ما يوفقش مثلا. لا يا ريت، هو هيوفق يعني. اي حد بيفهم في شغلته هيوفق، مش هيفشل، طالما هو بيفهم كويس وعنده الوقت وبيحب شغله. ولكن المشكلة ان اللي تلاقي واحد ما تجيلوش فرصة انه يشتغل، ما بيشتغلش، مش حظ بقى، ملوش حظ، صح؟ الوسيلة انك تشتغل، انك توصل للحتة دي. في ناس الدايرة محترفة في الحتة دي، ازاي اوصل عشان اشتغل؟ بس انا اعرف اشتغل ولا ما بعرفش؟ ده الاهم. انت واخد بالك؟ انت فاهم؟ انا عارف حضرتك تقصد ايه، بس هتجرنا النقطه. لا، ودايما اللي بيعرف يشتغل يعني اتعود ان الناس تيجي تطلبه، هو مش متعودش ان هو يروح يطلب الشغل، صح؟ زائد ان هو كمان لو مش محتاج الشغل فما خلاص مش هيسال يعني، هتجيله حاله ايه يعني؟ يقول لك يا عم انا يعني ايه اللي هيدخلني في القصه دي، في المتاهه دي؟ فيبتدي يترفع يعني. طبعا يعني بس يا كابتن، لو في طموح معين وعايز احقق، وانا حاسس ان انا بعمل حاجه لازم احارب عليها شويه يعني. لازم لو انا حاسس ان انا عندي امكانيات معينه وانا مدرب كويس، بس تجيلي الفرصه، ما انا لازم في وقت من الاوقات لازم اخش الدايره دي. ما انا لو تسعى يعني تسعى يعني، مش موضوع سعي اكتر من ان هو انا عارف كابتن خالد ان في عامه الدايره نفسها بقت فيها مشاكل كتيره جدا. والدايره نفسها انك تخش في دايره مدربين وايجنت، وبتتكلم مع ده وتتكلم مع ده، عمليه صعبه جدا، عايزه شخصيه مختلفه شويه. عشان كده انا نفسي من اللجنه الخماسيه بتاع اتحاد الكوره، اي اتحاد كوره يكون موجود، في حاجه اسمها مدير فني بتاع الاتحاد، ده موجود، ده منصب موجود. ولكن بيعمل ايه؟ انا شايف ان اول حاجه المفروض اي اتحاد كوره يكون موجود يعملها، مفيش مدرب يشتغل في نادي غير من خلال الاتحاد وبلايسنس. بمعنى ايه؟ ما هو الاتحاد مش هيقبل اي حد. كل المؤهلين بيروحوا بيقدموا اوراقهم جوه الاتحاد. في مدربين تنفع تشتغل في الدوري الممتاز، وفي مدربين ما تنفعش تشتغل في الدوري الممتاز، تشتغل في حته تانية. في مدربين تنفع تشتغل في منتخبات يعني، فاهم التوجيه؟ انا رئيس نادي مشيت المدرب، عايز مدرب،
اروح اتحاد الكوره، انا عايز مدرب لفرقه كذا في الدوري الممتاز. هو المنوط انه يوفر. أيوة. بس التصنيف ده، التصنيف ده حضرتك بتتكلم في تصنيف ثلاث، يعني ده في سكند ديفيجن، في فيرست ديفيجن، وفي مدرب منتخبات. بالظبط. طب عشان تعمل النقطه ديت لازم يكون عندك كشف موجود، ده والله ده الفئه A وB وC. بالظبط. فعلشان انت تحط ده لازم يكون في مدربين معاهم رخص، الرخص اللي تؤهل انه يمسك فريق دوري ممتاز، الرخصه A مثلا. تمام. واللي معهوش A مش هيشتغل دوري ممتاز، معاه بي حضرتك هتشتغل الممتاز بي، واللي معاه البرو لايسون ده راجل بتاع منتخبات ويشتغل بالزبط. كله يعني. برافو عليك. تمام. طب بس مين كم مدرب بقى لو احنا طبقنا اللي انت بتقوله ده؟ انا اللي بسأل حضرتك على مين. مش هتلاقي ست خمس مدربين بالاسلوب ده، لايسنس وناس مؤهله وناس انت في مدرب بيسيب فرقه وبيروح تاني يوم يعني بيشتغل في فرقه وبعد يومين يروح يمسك فرقه، ازاي ده؟ ايه ده؟ فين ده؟ لا موضوع لا يعني صح. يعني ازاي تيجي يعني تتفهم ازاي؟ انت فاكر انا هفكرك بحاجه لما كنت في المانيا وجيت لك، كان في ماتش كنت بتلعب ماتش وجيت لك، انت فاكر ولا؟ في بريمن تقريبا. مش فاكر كان فين، انا كنت في لايبزيج يعني في ساعتها. باخد دوري لايبزيج. لا ودي اطول دوره على مستوى العالم. طبعا انا وبختي كان معايا شوقي غريب في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدوره دي، وبختنا كان كويس ان الاتحاد الالماني للكوره اعتمد. طبعا ما كانش بتطلع من الجامعه بس، لا اتحاد الكوره في السنه ده في السنه دي، في السنه دي اول سنه اعتمد والله، يعني قبل كده كان من الجامعه، من الجامعه. فممكن تبقى اكاديميه يعني. بالزبط. مش لا تبع الاتحاد الالماني. صحيح. وخدنا ان احنا مؤهلين ان احنا نشتغل على المستوى بي في المانيا، انت فاهم. انا رجعت، انا كنت ماسك فرقه 17 سنه في النادي، كنت عامل فرقه يعني كانوا مسمينا فرقه الاحلام، والحمد لله الفرقه دي كلهم باحسن لعيبه في مصر. طلعت نجوم مين الاسماء؟ مين يعني مثلا الاجوان؟ كان امير عبد الحميد. والله. تمام. والله يرحمه احمد اكرامي، ابن اكرامي الله يرحمه. هاني سعيد. ياسر علي، اشرف ابو زيد، زياد عبد الكريم، محمد مصطفى، محمد جوده، حسن مصطفى، ابراهيم سعيد، احمد بلال، احمد صلاح حسني. ده مجموعه حلوه. فرقه قطاع الناشئين اللي حضرتك كنت فرقتهم. يعني بلال انا جبته من ديار بنك. لا كانت صحيح. القصه بالنسبه عايز اتكلم عن قصه احمد بلال لانه ليها قصه مع حضرتك. طبعا. وقت ما جبته من ديار بنك. لكن معانا عشره السنين بقى. كابتن ربيع ياسين على التليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن؟ منورين الدنيا يا كابتن سهام، منور الدنيا يا كابتن هاني. خليك حبيبي يا كابتن ربيع. حلوه كابتن سهام دي يا كابتن. حبيبي الكابتن، ربنا يخليك. جديده ما حدش سابها لي. لا خالص. وبعدين خلي بالك انت وهاني لازم تفخروا نفسكم عشان انتوا جمهور محسودين جامد جدا، عشان ما شاء الله مكسرين. ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. معاكم بقى الفناجيلي حبيبي يا شيخ ربيع. حبيبي احنا سايبين لك بقى الميكروفون. طبعا عشره عمر وبطولات كتيره وعيش يعني حياه ثانيه يعني. طبعا زي كابتن خالد. منور يا كابتن خالد. والله حبيبي يا كابتن ربيع. ازيك؟ منور يا حبيبي، وحشنا كتير والله. وانت كمان ربنا يطمني عليك. ربنا يخليك يا حبيبي، منور الدنيا ومنور البرنامج النهارده. وانا سعيد جدا ان حياتك موجود، انت نجم كبير جدا طبعا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، لعيب كبير كنت معايا يعني. انا اتشرف ان انا قعدت معاك فتره كبيره جدا. لا ده شرف ليا كمان يا ربيع. الله يخليك. ونعم مهذب محترم اخلاقيات وسياسه وكوره. الله يخليك يا ربيع. كان سميونا يا كابتن هاني الفناجيل الصغير، كان يجي جمهور يا فناجيلي. ما عملوا له مشكله في الاخر يا كابتن ربيع، ما الراجل ما كانش بيلعب عشان المشكله ديت. طبعا يعني كابتن ربيع من الناس كمان اللي فعلا يعني حفروا اسمهم في التاريخ. طبعا. باخلاقهم وبمستواهم وبلعبهم وقيادتهم والتزامهم. حاجه جميله. وزي ما بقول لك انا السجيل ده يعني انت كله هتلاقيه حاجه مختلفه، حاجه مختلفه. طبعا طبعا اخلاص للكيان وانتماء كبير قوي. بس هو كان صغير يا كابتن، واول ما ينزل التمرين ما هو برده الراجل برده قال لك ده لسه ولد صغير عنده 18 سنه والجماهير طب انا ربيع في الوقت ده ما كانش لسه معانا. ربيع في الوقت ده كان لسه معانا. كان لسه في كان لا يعني هو جه يعني ربيع بعد كده. حضرتك يا كابتن ربيع جيت بعد ده بقد ايه؟ بعد الكابتن خالد. لا انا حضرت خالد كتير جدا. وفي الوقت لا خالد كوستي
كان بيحب الكابتن خالد قوي. ما قالش كده دلوقتي، ما بيقولش كده. لا كان بيحبني فعلا، بس هو كان عايز يعني فاكر افكرك بالموقف بتاع كابتن خالد. اتفضل يا كابتن. انا كده انت بتقول انا كده ليه انت هو لما كان زعلان منك لانه على احد كل يوم رائع. لا انت بقى اقول لك حاجه يا ربيع، احنا في سنه كابتن محسن صالح اشتغل معاه مدرب عام، فمحسن كان يجي يقول لي، لان انا لعبت مع يعني لعبت مع كابتن محسن شويه محسن شويه في يعني اول ماتش ليا كان مع المصري في بورسعيد، هو كان كابتن محسن، انا كنت احتياطي. كابتن محسن بيلعب طبعا، ماتش المصري ده موت يعني، ما حدش انا رحت مش شايف. لقيت كابتن محسن قبل الماتش يا شيخ ربيع واحنا في اوضه اللبس، قال لي بقول لك يا خالد انت تلت ساعه وهتلعب. قلت له العب فين؟ قال لي انا بقول لك انا تلت ساعه انا رجليا تعباني ومش هقدر. انا من اوريدي بقول لك من دلوقتي. وفي ربع ساعه مسك رجله ابي ديكوتي بصص لي ربيع خالد سخن، انا مش شايف احنا لابسين احمر ولا المصري اخضر من الخوف. لا الملعب الاجواء حماسيه جدا اول ماتش، وفعلا كابتن محسن طلع ونزلت والله يا هاني 25 دقيقه مش عارف ابص الكوره لمين، كل حاجه غلط. الشوط الثاني كسبنا احنا الماتش ده، كسبناه 1-0 والدنيا فتحت شويه. فهو بعد الماتش بقى مستر كوتي بقى فرح بيا جدا زي ما بيقول ربيع كده، بس هو كان بيحبك من ان عارف ان انت امكانياتك وقدراتك كبيره جدا، وفي نفس الوقت الراجل بيحبك عاوزك تبقى موجود. ففي وقت ممكن اللعيبه يا كابتن هاني استاذ سامي يعني ياثر لظروفه ما مش مرتاح صحيح مش جاهد، فجيه طبعا خالد هو عاوزه بيحبه جدا، عاوز يلعب وعاوز يبقى موجود. وفعلا خالد لما كان بينزل بصراحه دي حاجه حلوه كده يعني، حاجه حلوه تصويب ستايل مختلف وبيغير شكل اللعب يعني، برافو عليه. فطبعا احنا كان كل واحد يا كابتن هاني ننزل الملعب ياخد الاشتو بتاعه، كان الجمهور بيسمينا بس يا جونيور يا فنكيلي يا سن، فجه دور كل واحد واحد قاعد في البيت، واحد بقى كان صوته جامد جدا وبيحبنا. فجه بقى يا مستر كنت كان زعلان وعاوز خالد يبقى ايه 10 من 10 من حبه ليه وانه بيحبه جدا، عاوز ايه 10 من 10. فراح بقى يا خالد دي حقيقه صح؟ لا دي حقيقه. فنزل الملعب الراجل قال له يا فلك ايه ليه؟ مستر كنت طلع على الصوره حيدا انت ما تقولش فلك ايه ليه؟ انت فلك ايه ليه؟ انا مش مبسوط منه. انت ما تقولش فلك ايه ليه؟ صدق طلع لهم طلع على الصوت كده للمدرجات طلع لهم قال لهم ما تقولوش فناجيلي. ما هو بيكون يا كابتن ربيع خايف برضه عليه، ما هو خلي بالك برضه يعني صغير وخايف ان هو خايف عليه. كنا بنضحك ده يا خالد. الجمهور طبعا قيمه كبيره جدا ولعيب ويا رب يديله الصحه. وفي كاس مصر في 83 يا كابتن ربيع كان برضه ليكوا في كاس مصر في 83 والجون اللي دخل طبعا يعني ده برضه الجون ده ربيع هو اللي رافع الكوره من ناحيه الشمال يعني ربيع مشي من ناحيه الشمال وعمل اوفر حلو جدا. طبعا هو كان مميز جدا في الحته دي، وانا حافظ الكره هتيجي فين يعني انا من ناحيه اليمين انها انا شايف ربيع بيمشي اكمل، يمشي شويه كمان اكمل، وعارف ان الكره هتجيلي يعني انا ربيع رفع الاوفر جه عند البينالتي علاء مرسي علاء مرسي طلعها بدماغه جايه لي انا بقى انا في الحته دي ف جبتها. انت كنت هتقول حاجه لكابتن ربيع؟ كنت هتقول له موقف؟ انا حاسس كنت هتقول له موقف. لا انا حسيت كده ان بص والله احلى ايام. بص احلى ايام يعني كنا احلى ضحك واحلى لان كلنا بنحب بعض طبعا، ومحدش بيفكر في حاجه غير مصلحه النادي والفانيلا اللي احنا لابسينها، فكان في حب جامد جدا. ف كنا بنضحك ضحك بقى في السفريات وفي في مواقف طبعا رهيبه. لا مدحت رمضان بقى ومجدي عبد الغني والشغل يعني كان احنا لينا كده برضو طقوس. لا كانت جميله. مستر ريدكوتي بعد ما سابنا ومشي رحنا الامارات، هو راح مسك فرقه الشارقه في الامارات، فبعتوا لنا دعوه رحنا هنلعب ماتشين وديين هناك في الامارات مع الشارقه اللي ماسكها مستر كوتي. انت ورا فروحنا واحنا بنلبس كويس، جه بيسلم علينا، فجه بيسلم عليا قلت له بص مستر كوتي انا النهارده هجيب جونين انت بعد الماتش هيمشوك. قال
قال لك ايه؟ وقع وانا بضحك، وقع روح الضحك. نزلنا اول كره تجيلي شوت جت جول، جبت جولين فعلا فعلا. اه والله ومشي لما كان نايس الله. لا ذكريات جميله جدا. كابتن خالد في الكواليس يا كابتن ربيع في المعسكرات بقى ولما بتسافروا في السفر عامل ايه كابتن خالد بقى؟ احكي لنا عنه شويه في الكواليس. هو يحب طبعا الضحك ويحب الهزار وفي نفس الوقت هادي جدا. مش عصبي. عندي ميزه عند خالد مش عصبي. يعني يقعد مجدي عبد الغني ومدحت رمضان بيستفزوه بقى العفاريت دول عفاريت. مستقصدينه بيستفزوه بس عشان يتحرك شويه. وشريف عبد المنعم خدوا بقى ايه ينكشوه كده، يا خالد مش عارف ايه، ايه العربيه ايه، ايه مش عارف ايه بصراحه. وهو طبعا يضحك ولذيذ وناخد وندي. انا مدحت رمضان مره بقول لك يا ربيع كنا في الكويت مدحت دخلنا في مش عارف كان في اجتماع كده فدخلنا على الترابيزه، ترابيزه كبيره قوي كده وفيها علب فيها سيجار يعني حاطين. فمدحت قاعد جنبي فبصيت له كده قلت له مدحت بص على 50 دولار هديك 50 دولار بوكيت موني اللي هناخده يعني لو كلت السيجار ده. قال لي ايه؟ قلت له 50 دولار عايز تخلص. هو مش عارف انه ممكن يموت. انا عارف انه ممكن يموت بس هو مش عارف. بس وقعد يقطب فجر ربيع مش فجر انت تعرف انت في واحد تاني حلق بنت شنبه عشان 50 دولار. مين اللي حلق شنبه كده؟ مش عاوز اقوله بقى عشان لا. طب احنا ما احنا ممكن نجيب مين كان بشنبه وبعدين حلق شنبه فهنجيبه. لا ما مش لا لا مش هقول مش هقول. انا عاوز اقول لك حاجه هاي. ايوه كابتن اتفضل. خلي بالكم انا الصندوق الاسود. ايوه صح صح. ما احنا هنشوف يا كابتن مين كان بشنب ومين بعديها ما كانش بشنب وهنعرف ان هو خد ال 50 دولار. ده نزل بنص عشان كنا بص مرانات جميله وحاجات جميله الروح حلوه يا كابتن. الروح حلوه يعني الروح حلوه. هو خلي بالك ال 50 دولار دي اللي كان بياخدها كابتن خالد دي تكون علاقه مثلا بوجود مالي كان بيضحك عشان يضحك ونهزر. صحيح مفيش مشكله. اه والله بالظبط. صحيح اجيال جميله ما تتعوضش وكل التقدير والاحترام لكل اجيال مسيرته. اه طبعا طبعا. الله يخليك يا ربيع وبالتوفيق مع المنتخب. عامل منتخب محترم وتشرفنا باذن الله ربيع. شكرا ربيع. شكرا شكرا كابتن ربيع. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الحوار الممتع ده لسه مستمر في البيت الكبير مع كابتن خالد جدله بعد الفاصل. البيت الكبير كابتن خالد جدله طبعا غني عن التعريف. ممكن انا اكون جيل مختلف بس طبعا كابتن معروف جدا وادى الاهلي كتير خصوصا في قطاع الناشئين. تمام. ولعب 13 سنه في النادي الاهلي وادى كتير عطاء يعني. كابتن خالد جدله يعني معروف جدا يعني في الاهلي يعني. كان لعيب جامد قوي خالد جدله. كان لعيب جامد بيوصل الكور الخطيب وكان لعيب كويس وبيلعب مع شطه والخطيب ومجدي عبد الغني. اللعيبه دي. جدله كان ابن النادي ومعنا في ناشئين النادي. كان معاه جمال الجندي وجمال جودة. كان معاه مجموعه بنقول عليه الجمالات. فكان لاعب خط وسط رجله كانت جامده على المرمى. بيعرف يوصل الونج اليمين او الونج الشمال ازاي. كان بيوصله من المرمى. يكفي ان هو حضر جيل الثمانينات والجيل الذهب للنادي الاهلي. لعب مع كابتن طبعا محمود الخطيب والكابتن طاهر ابو زيد ونجوم كبار وكابتن مجدي عبد الغني وكان لاعب مهم جدا في خط النص في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. كمان ليه اسهامات كبيره قوي في مستوى او في اكتشافات بعض المواهب في التدريب. وكان ليه برضو انجازات كبيره في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كابتن خالد جدله كان من احسن الناس لعيبه اللي بتلعب في خط النص في النادي الاهلي. معاصر جيل الذهبي بتاع النادي الاهلي ايام اللعيبه بتاعت مع رئيس نادي الاهلي دلوقتي اللي هو الكابتن محمود الخطيب، كابتن طاهر ابو زيد، مجدي عبد الغني، الناس اللي هي كانت ليها شان ورانا في نادي الاهلي قوي. خالد جلاله يبقى بتتكلم على الزمن الجميل، زي ما تتكلم على ام كلثوم، وزي ما تتكلم على ابو هاب وعبد الحليم، نتكلم على خالد جلاله، نتكلم على حسن حمدي، نتكلم على بعدهم ابو تريكه، نتكلم على كل الجيل الجميل اللي جه ومتعنا مش بس كوره، ادب واخلاق والتزام وحب للجمهور وتبادل
حب مع الجمهور، نتكلم على كل حاجة حلوة. كابتن خالد جد الله من عظماء النادي الأهلي، خاصة في خط النص كان بيلعب دفاع وجوكر في الملعب وهداف وبيلعب باليمين والشمال وقوي ولها أهداف مؤثرة في مسيرة النادي الأهلي. كابتن خالد جد الله ده حبيب المنصورة كلها، ربنا يديله الصحة يا رب ونشوفه كده بخير دايما. خالد جد الله ده يفكرنا بالزمن الجيل الجميل. خالد جد الله ده لعب فترة طويلة وهو من أبناء الأهلي وكان ملك النص، يعني في جيله كان خالد جد الله ده اوعى اوعى وشك لما يشوت خلاص هي في الجون، يعني في الجون. خالد جد الله من الزمن الجميل، لما يلعب خالد جد الله تشم ريحة صالح سليم، تشم ريحة الأبطال. خالد جد الله كان زمان لما نروح المدرجات وهو كان بيلعب سواء الدوري او كاس مصر يقول لك الاهلي عمهم وحابس دمهم. رجعنا معاك مره تانية يا كابتن، وتاريخ عظيم، وكنت بكلمك واحنا بنتكلم بتقول لي انت من الاسماء اللي حضرتك كنت بس عشان تحط رجلك وسط الفرقه ديت كان يعني عايز مجهود كبير جدا. وللامانه فعلا للامانه ان حضرتك لو كنت متواجد في جيل مختلف شويه قبل او بعد اعتقد كان الموضوع كان اختلف شويه وامكانياتك كانت ظهرت بشكل افضل شويه. حضرتك قلت لي انت طلعت حوالي 40% من امكانياتك او 40% من بالزبط. اللي تقدر عليه بالظبط. يعني كان 40% من كره الواحد كرة. يعني الواحد لسه عنده حاجات كتير. نفسك دلوقتي تلعب طبعا. لا بس انت طالع على جيل فيه 8 9 لعيبه في خط النص المفروض هيلعب منهم 3 كلهم اكبر منك وكل واحد فيهم بفرقه. صحيح. يعني اسامي صفوت عبد الحليم الله يرحمه، طاهر الشيخ، جمال عبد العظيم، مختار، شطه، محسن صالح، في عادل عثمان، وكان الكيلاني الله يرحمه في فرقه الامل، كل دول اكبر منك وناس بتلعب انت لسه طالع صغير عايز تحط رجلك. فكانت الامور صعبه جدا، عشان كده بيبقى من بخت اي لعيب لسه ناشئ طالع هو طالع على انهي جيل، الفرقه مليانه ولا الفرقه لسه مش مليانه. بتفرق طبعا بتفرق كتير جدا جدا. الجمهور وحضرتك لما كنت بتستمع لآرائه كنت بتقول لي ده اللي باقي، يعني ده اللي كنت فرحان برضو سعيد وحضرتك بتسمع رأي الجمهور فيك وعارف تفاصيل، يعني في حاجات عارفها بالتفصيل عن كابتن خالد جد الله. هو ده الحب وهو ده اللي بيبقى ده حب الناس. يعني احنا الحمد لله يمكن الجيل بتاعنا كله الحمد لله محبوب جدا من الناس. لان احنا يعني كان في انتماء جامد جدا للنادي وانتماء جامد جدا للفانيلا اللي احنا لابسينها وانتماء جامد جدا لجمهورنا اللي بنحبه جدا والناس كانت بتستمتع بينا. فده الحمد لله يعني الحب والتقدير هو ده اللي هو ده اللي هو ده اللي بيفرحنا، ده اللي بتكسبه من يعني ده اللي بيفرحنا دلوقتي. يعني ده اللي بيفرحنا ويفرح اولادنا لما يسمعوا الكلام ده طبعا. بتبقى حاجه كويسه. احنا طبعا عايزين ان شاء الله بكره نفرح كمان مباراه النادي الاهلي مع الاتحاد السكندري ان شاء الله يتوج النادي الاهلي باذن الله. راي حضرتك في طبعا بايلر مشواره في الدوري وطبعا اعتقد البطوله اللي كلنا مستنيينها هي البطوله الافريقيه والاهلي مع الوداد في النصف النهائي. النادي الاهلي على مستوى الدوري العام احنا ما عندناش اي مشكله، يعني النادي الاهلي هياخد الدوري يعني يا بكره يا بعد 10 سنين احنا 10 سنين جايه مفيش مشكله بالنسبه لنا خالص. لان هي الكره دلوقتي مبقاش فيها مفاجآت، هي امكانيات بتقاس وبتطبق يعني بنشوفها. فالنادي الاهلي احنا على مستوى الدوري باذن الله البطولات جايه وهناخد بطولات كتيره لان ما عندناش مشكله، لان احنا بنتسيد كره القدم المصريه على مستوى الدوري العام ودي حقيقه ما فيهاش تعصب ولا حاجه. لا دي حقيقه. التحدي الكبير هي بطوله افريقيا سواء لفايلر او سواء للاعيبه النادي الاهلي. الطموح والاهداف لازم تزيد، التركيز لازم يزيد، يعني شخصيه النادي الاهلي لازم تبان بشكل قوي جدا لان انت بتلاعب مستويات مختلفه ومستويات عاليه وماتشات بتفرق فيها درجه تركيز اللعيب. الفرقه اللي بتركز اكتر هي اللي بتكسب. نتمنى ان باذن الله يكون توفيق حليفنا ويكون توفيق حليف
لاعبتنا، لان البطوله الافريقيه وحشتنا جدا ونتمنى ان احنا نكسبها باذن الله. طب النهارده كابتن خالد حضرتك ازاي بتتابع الانتقادات اللي بتوجه لفايلر؟ النهارده في نغمه طالعه يقول لك ايه الاهلي الفايلر مش مناسب له، مش مناسب انه يقود الاهلي، مع ان انت النهارده بالارقام انت افضل هجوم عندك، افضل دفاع، 63 هدف، شباكك تلقت يمكن 8 اهداف فقط. ليه الحمله دي على فايلر في التوقيت ده؟ عشان هو مدرب كويس وعشان النادي الاهلي نادي كبير ولازم نكسر فيه شويه. فنكسر في النادي الاهلي ازاي؟ عن طريق المدير الفني بتاعه. نشكك فيه، نخلي الناس تشكك فيه، ولكن الراجل حتى وقتنا هذا ناجح بدرجه عاليه جدا، عامل نتائج هايله جدا على مستوى الدوري. نتمنى ان هو يكملها في بطوله افريقيا. حسم الدوري مش هو بس هو اللعيبه، لان انا برضو من الناس اللي دايما بقول اللعيبه دايما هي اللي عليها الجانب الاكبر. المدرب بيحط خطوط عريضه، بيحط خطوط تنظيميه بالنسبه لكل اللاعبين حسب مركز كل واحد في الملعب. ولكن مين اللي بينفذ؟ اللعيب. اللعيب يوم ما بينفذ صح يبقى الدنيا بتبقى كويسه. لو ما نفذ ما بتبقاش غلطه مدرب، بتبقى غلطه لاعب. فعشان كده انا دايما اقول في لحظات الفوز لا، اللعيبه 60% واي جهاز فني 40%. في لحظات الهزيمه برضو اللعيبه 60% واي جهاز فني 40%. مش العكس، في ناس بتحط المدرب رقم واحد. لا لا، في حاله الهزيمه بتحط اللاعب رقم واحد في حاله الفوز. لا لا مش صح. هو عشان المدربين دلوقتي بتاخد فلوس كتير وعايزينهم يمشوا وعايزينهم يعني انما هو مش صح. انت الاساس عندك ايه؟ انا راكب عربيه مرسيدس وات ايفر يعني اي ماركه سوري يعني. تمام، بتقدر تجري فهتخليني اجري. لو راكب عربيه نص نص مش هتجري كده. الامكانيات الامكانيات دي بتاعت مين؟ مفيش اي مدير فني بيبقى عايز يخسر، هو بيعمل كل حاجه تنجحه، بس مين اللي بينفذ؟ اللاعب. انت ممكن تتكلمي في ناحيه تلاقي اللعيب في ناحيه تانية. وللاسف احنا لعيبتنا المصريين برضو نسبه التركيز ونسبه الوعي بالنسبه الوعي التكتيكي جوه يعني برضو يعني على الماشي يعني شويه كويس وشويه تحت شويه. التسديدات ندره التسديدات من خارج منطقه الجزاء مش اي حق الجزاء مش اي حد كان بيعملها. كابتن خالد جد الله كان متميز وموهوب فيها. مين من الناس النهارده اللعيبه اللي الكابتن خالد يقول ده طعمي ده شكلي شبهي؟ مين من اللعيبه الحاليه او اللي بقى اللي جت بعد حضرتك؟ لا يعني انا نفسي اشوف اللعيبه بتشوط كتير على الجون. لان التصويب على المرمى من خارج منطقه الجزاء ده احدى الحلول ان انت تفكي التكتلات الدفاعيه اللي بتعملها اي فرقه. صحيح، فبيبقى حل بالنسبه لك. لو اتوجد عندك اللاعب اللي بيمتلك هذه المهاره بيريحك. انما انا يعني مثلا انا ببقى سعيد جدا لما عمرو السوليه الاقيه بيشوط او بيسدد من بره ال 18 يعني متميز الحقيقه. حمدي فتحي احرز هدف حلو قوي الاسبوع اللي فات. حمدي تسديده بره ال 18 لعيبه نص الملعب. نمره واحد ما تخافش ان هي تشوط. نمره اثنين خدي بالك اللعيب اللي ما بيشوطش، عشان انا كنت بحس بكده انا بشوط، فلو انت فكرتي ان لو شوط طب الكوره هتطلع حلوه ولا وحشه هتطلع وحشه. انت بتشوطي شوطي ما تفكريش يعني انت بتشوطي خدت القرار خد القرار خلاص ما تفكريش بقى هتطلع حلوه ولا وحش. في لعيبه دلوقتي بتخاف تشوطي يقول لك لا هيبقى شكلي وحش هتطلع مش وحش. مش راجع للمدرب لا سؤال يعني مش راجع للمدرب ساعات بعض يعني خلينا نتكلم ان الفتره الاخيره بعض المدربين عندها فكره الاستحواذ اكتر وان ممكن جدا الاختراق. يعني بنلاقي حتى على المستوى الاوروبي بنلاقي فرق لازم توصل لجوه ال 18 عشان تجيب جول او الكروسات. فنسبه حتى التسديد خارج ال 18 حتى على مستوى الدوريات الاوروبيه قلت عن زمان. يعني زمان كان في لعيبه كتيره جدا في المانيا وفرنسا بيشوطوا من بره ال 18. دلوقتي تفتكر حضرتك الجزء ده مرتبط بفكر جديد ومدربين حطوا اساليب جديده للعب بعيد عن القصه دي؟ دي المدرب اللي بيدي الحلول هو المدير الفني الناجح بيعمل ايه مع اللعيبه؟ يعني هنتكلم كلام يعني الناس تفهمه شويه، بلاش الكلام العام اللي هو ان انا كمدير فني بدي كل لعيب كم من الحلول سواء كانت هجوميه او دفاعيه حسب مركزه، انا اللي بديله. هو يستخدم ايه منها ساعه الماتش؟ لان مفيش حاجه ثابته. الماتش ده كله حاجات مواقف مختلفه يعني وقت قليل. صحيح. القرار مين اللي بياخده؟ اللاعب. لما انا اديه مثلا هاني بيلعب ليبرو
وادي له 10 حلول واحنا لو كره من هنا يبقى انت لازم هتبقى هنا. لو كره من هنا يبقى انت لازم هتبقى من هنا. لو كره من النص يبقى انت لازم. لو حد جاي زياده من نص الملعب مين اللي هيقابله؟ الليبرو اللي بتطلع. يعني انا بدي له كل الحلول بتاعه المواقف اللي ممكن تواجهه في اللعبه في لما بتواجهه هو بيختار الصح. فهو ده المدير الفني. راس حربه مش عارف يتحرك مخنوق، انا لازم اقول له يتحرك ازاي افتح له المساحات ازاي واخليه يتحرك على الجناب ازاي، ولما يتحرك على جنب مين اللي يخش مكانه راس حربه. يعني هو ده المدير الفني. وهي دي الموهبه اللي انا بقول لك عليها اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول. دي مش عند اي حد يلعب، لكن مش اي حد موهوب. انت عشان تقيسي نفسك ان انت ناجحه كمدير فني ادي الحلول للعيبه، بس هو هيواجه الموقف هيختار الحل المظبوط لان هو شافه وسمعه منك وساعات اتمرن عليه، لانه كان مره واثنين وثلاثه اتمرن عليه، فخلاص المواقف ما بتبقاش جديده. لان الكوره برضو يجي يقول لك المدير الفني كسب النهارده ده هايل، يجي بعد اسبوع يلعب يخسر المدير الفني وحش بعد ثلاث ايام. هو ايه اللي حصل؟ يعني كان كويس ازاي وبقى وحش ازاي؟ لا هي مش كده، هي اللعيبه وتنفيذ اللعيبه. وزي ما بقول مفيش مدير فني عايز يفشل، هو بيعمل كل حاجه تنجحه. انت جاي عشان تنجح اللعيب، هو اللي بينفذ بقى. اللعيب هو اللي ممكن اللي يكون اللاعب في بالذات في الفتره دي بيقلق من حكايه ان يتهاجم من الهجوم عليه. احنا النهارده في وقت فيه ضغوطات كبيره جدا ما كانتش على ايامكم يا كابتن خالد، ولا كانت على ايامك يا كابتن هاني. لا النهارده انت بتقابل بهجوم شرس جدا. احنا على ايامنا المدربين ما كانتش بتتهاجم، احنا اللي كنا بنتهاجم على ايامنا احنا. يعني ما كانش يطلع يقول المدرب ده غلط، لا 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 اللعيبه وحشه واحنا وحشين وده ما جريش وده مع، يعني كانت اللعيبه هي. لا دلوقتي اي حاجه. ما كنتوش بتنتقدوا الحكام بالمناسبه لما كانت لما كان قرار الحكم ما يكونش يعني في صالحكم؟ لا 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 كنتوا بتنتقدوا ازاي؟ كان اعتراضكم على الحكم ما بيكون ازاي؟ بتعملوا ايه؟ كنتوش بتعترضوا؟ لا 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 بنلعب، يعني احنا مركزين في اللعبه عشان نكسب بس، انما الحكام ما بن لان هو بشر يعني ممكن يغلط، يعني هيجي له وقت فخلاص. انا بحس زمان كابتن يمكن زي ما حضرتك بتقول كان في الحكم كان عنده هيبه اكتر من كده شويه. طبعا يعني كان الديستانس المسافه ما بين اللاعب والحكم بعيده، انت لازم ما تقربش من الحكم على بعد 2 متر. لو مجرد تقرب وتبدا تتكلم معاه دي تبقى مشكله، محدش كان بيعملها. او البادي لانجوج بتاعك ان انت بتشوحي بايدك ولا لا ما ينفعش الكلام، ولا تعملي كده لا ما فيش كلام، مش زي دلوقتي. لا يعني الامور اختلفت كتير. للاسف لا الامور وقتنا كانت كوره لعب، يعني ما فيش تضييع وقت في حاجه ملهاش لازمه. احنا مش عايزين حجج، ما هو الحكام احنا مش عايزين حجج، احنا عايزين نلعب كوره تمام، نبسط نفسنا ونبسط جمهورنا ورؤساء النادي اللي عدوا على النادي الاهلي والمدربين كمان. افتكر ان كان ليهم دور، يعني هم اللي ليهم التعليمات اللي بيوجهوها لحضراتكم ان انتم مالكمش علاقه بالحكم. حاجات الاداريه طبعا. ما حدش يعترض على الحكم، ما حدش يقول حاجه. بس برضو في يعني بشكل بسيط، يعني دايما النادي الاهلي فرقه الكوره دايما منفصله ودايما ليها يعني مقفول عليها، وكل التعليمات بيبقى من خلال، ولكن كنادي ككيان بقى لا في تعليمات اداريه لازم كل الناس تلتزم بيها. رئيس النادي طبعا بيتكلم فيها ومجلس اداره بيحطها وكل الكلام. جزء نرجع تاني للفايلر، حضرتك قلت ان بيبقى فيه خطوط عريضه بيحطها المدرب للعيبه، وكمان اللعيب عليه دور الاكبر، دور التنفيذ الخطوط العريضه دي. رؤيه حضرتك من الناحيه الفنيه، وحضرتك يعني مرنت وعلى على على مستوى الناشئين ومرنت كمان بره مصر، فالتجربه مستوى المنتخبات كمان منتخبات مصر، ماسك منتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الناشئين واجيال بقى يعني منتخب مصر الناشئين مواليد 86، حسام عاشور وشيكابالا. انا الولاد دول كانوا انا باخدهم ما حدش يعرف عنهم حاجه. انا لسه هقول لك يعني ما حدش يعرفهم يعني انا من الاشبال واخدهم ويبقى بقى في لعيب منتخب مصر. وبعد كده انت لما بتشوف احمد سمير فرج، يعني حسام عاشور شيكابالا احمد سمير فرج شريف اشرف، اللي انا هفتكر اللعيبه. بص يعني انا مهما احكي لك. وبعدين انا لما كنت في الشغل يعني في اداء التفاصيل، يعني انا في اول معسكر، انت مش هتصدق، انا هقول لك حاجه مش هتصدقها. طبعا الولاد دول احنا منتخب هنسافر ومعسكرات شكلنا بره، يعني الاكل بالشوكه والسكينه، انا كنت بعلم الولاد ياكلوا بالشوكه والسكينه حتى الاجراءات. طبعا
يعني عشان لما نسافر يبقى الشكل كويس، يعني طريقه الاكل لان اولاد صغيرين ولسه مش عارفين مواقف مظبوط. فدي برضو الشكل العام لان مهم. المدرب بالذات في المراحل السنيه مش كوره بس، لا 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 مش فنيات بس، انت بتعمل صح. بتعمل يعني سوري في كلمه بتعمل انسان كبني ادم ازاي بتاهله اخلاقيا وسلوكيا وتصوري بتشكله من اول وجديد تقريبا يعني. وهم بيبقوا عندهم درجه قابليه ان هم يستوعبوا بسرعه لان هم سنهم صغير في حاجات بتفضل معاه. قبل كده منتخب احمد حسام ميدو، يعني ميدو اللي معاه موقف انا بس طبعا ما ينفعش اقوله دلوقتي، بس انا ميدو ده من الناس اللي بحبها جدا، ولكن ميدو كان صعب وهو صغير كشخصيه ودماغه يعني مختلف. طيب النوعيه دي مش كبال، طب النوعيات دي اكبر دماغي واسيبها ولا لا؟ كنت حضرتك بتعرف تتفاهم يعني بتعرف بحب يعني. بص انا مع كل اللعيبه، اللعيبه اللي هي كانت يعني ابراهيم سعيد دوخ مصر كلها يعني ابراهيم في لا ابراهيم ده معايا مش يعني في منتخب الاولمبي ده كان 99 وايمن يعني منتخب سيد عبد الحفيظ وايمن عبد العزيز وابراهيم سعيد ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد ومنصف طبعا وبلال واحمد صلاح حسن مجموعه ومحمد صديق وايمن رمضان الاسماعيلي الله يرحمه، تيم جامد. ان انت تسيطر على اللعيبه دي بمختلف الشكل اللي انا كنت بتعامل بحب يعني اللي انا بعمله معاهم وهم يستقبلوه عشان بيحبوني دي ده نجاح. ما هو المدرب شخصيه صحيح. بس شخصية لازم في شعرة ازاي اللعيب يحترمك ويخاف منك وازاي يحبك في نفس الوقت. كابتن جوهر الله يرحمه الله ينور عليك، يعني الكلام ده دي برضو بتبقى موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ازاي تبقى شديد قوي. يعني انا كان في المنتخب الاولمبي كابتن زيزو كان مستر هيلد الالماني كان مدير فني وكابتن زيزو كنت انا، وكان شوبير كان موجود معانا كمدير اداري. كابتن زيزو لما كنت يعني كان يقول لي انت بتعمل معاهم كده ازاي يعني، ما ده قلت له عادي يعني انا بعمل معاهم ازاي يعني بزعق وممكن اكيد كابتن بس يعني هوية كلفك مجهود يعني برضه ده ما كانش بالساهل يعني. اللعيب الكوره دلوقتي لو اقتنع بيكي كمدرب صدقيني هيبقى زي العجينه في ايدك صح، هيطلع كل اللي جوه لان هيبقى عارف ان انت هتفيديه انت هتطوريه فلازم يسمع كلامك. حديثك ممتع بجد، لا ربنا مش بنقول كده عشان حضرتك مشرفنا النهارده. الله يخليك يا سام، نورتنا. شكرا. وبيتك الكبير كان منور بوجودك النهارده، ربنا يبارك فيك. انا سعيد ان انا كنت معاكي ومع هاني طبعا. شكرا. هاني هاني من الناس الجميله والناس المشرفه وشرفت الكوره المصريه على أكيد. كل اصعيدها بره وجوه. اتمنى له كل توفيق واتمنى لك كل توفيق ومنورين القناه. نورتنا يا كابتن، نورتنا في بيتك طبعا. ربنا يخليك. شكرا يا هاني، شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا جزيلا. بنفكركم ان احنا ان شاء الله بكره هنفرح بإذن الله بالدرع رقم 42 في دولاب بطولات النادي الأهلي العظيم. بشكركم شكرا جزيلا، بعد بكرة نتقابل البيت الكبير.